السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة في بث مباشر عبر قناة النادي الأهلي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. حلقات مهمة خلال الفترة الحالية لتسليط الضوء على ما يحدث في الكرة المصرية خلال هذه الفترة الهامة جدا، رغم انشغال الجميع بالاستعدادات للموسم الجديد في كل دول العالم وفي كل اتحادات العالم، لكن حتى هذه اللحظة نحن في مصر لم ننتهي بشكل رسمي من نهاية الدوري العام أو نهاية المسابقة قدر الإمكان قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة، وتحديدا أولى المباريات المتعلقة بهذه البطولة الكبيرة مباراة منتخبنا الوطني يوم 21 من شهر يونيو الجاري. خلال الساعات الأخيرة بدأت هناك تحركات إيجابية لسماع طلبات النادي الأهلي الرسمية، هذه الطلبات التي طلبها النادي الأهلي في مذكرة وتم إرسالها لاتحاد كرة القدم وأعلنت للجميع خلال الساعات الماضية. تم الرد بشكل إيجابي وتم الاستجابة بشكل إيجابي عبر كل وسائل الإعلام، وبدأت هناك تحركات داخل اتحاد كرة القدم لبحث هذه المطالب في ظل أن هذه المطالب مطالب مشروعة تخدم الكرة المصرية بشكل عام وتخدم أيضا مصالح الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية خلال الفترة القادمة، ولما لا تساعد أيضا الأندية التي تستعد للموسم الجديد دون تحديد أي مواعيد ودون تحديد أي إجراءات متعلقة بالموسم القادم في ظل عدم انتهاء الموسم الحالي. وبالتالي النادي الأهلي ألقى حجر في المياه الراقدة خلال الساعات الماضية، ورغم أن الأهلي على مدار شهر كامل يناقش هذه القضية بشكل في تفصيلات دقيقة جدا متعلقة بالقانون الدولي مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظام التيم اس الخاص بالانتقالات الدولية، متعلقة أيضا بفتح باب القيد المتعلق بالبطولات الإفريقية نتيجة خطابات أرسلت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أيضا استجابة لما ظهر عبر اتحادات شمال إفريقيا وما ظهر أيضا بالنسبة للموسم في كل الاتحادات التي تستعد لغمار المنافسات الإفريقية. وبالتالي الأهلي على مدار شهر كامل كان بيناقش هذه القضية بكل دقة وكان بيسمع للجهاز الفني ولرأي المختصين بقطاع كرة القدم داخل النادي الأهلي لبحث مشوار الفريق خلال الفترة القادمة والآليات التي من خلالها ينجح مجلس الإدارة وينجح قطاع كرة القدم في الوصول إلى الأهداف التي يتتمناها جماهير النادي الأهلي. وكل هذه الأطر وكل هذه المعلومات لم تكن هناك استعدادات من خلالها إلا من خلال دراسة وافية لهذه القضية التي ناقشها الأهلي على مدار شهر كامل إلى أن اختتمها بالأمس بإرسال مذكرة رسمية لاتحاد كرة القدم، واليوم تقديم شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم. وكما أعلن النادي الأهلي في بيانه أن هناك خطوات قانونية طبقا لقانون الرياضة وطبقا للائحة النظام الأساسي باتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية والميثاق الأولمبي التي بالتأكيد ينتمي النادي الأهلي ويتخذ الطرق القانونية، لأنه بالتأكيد بيتبع اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية. هناك أربع أطراف أو هناك أربع قضايا في هذه المسألة. القضية الأولى متعلقة بالقيد الإفريقي الذي ذكره الاتحاد الإفريقي في خطاب أرسل يوم 24 إبريل ومواعيد إرسال الأسماء الأندية التي ستشارك في البطولات الإفريقية في خطاب أرسل، هذا الخطاب أرسل يوم 3 يونيو، وخطاب أرسل منذ عام من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي يفيد بفتح نظام الانتقالات الشتوية أو انتقالات الصيفية الانتقالات الصيفية في 1 من شهر يوليو الجاري عام 2019، وبالتالي فتح نظام التيم اس بالاتفاق مع الاتحاد الدولي 1/7/2019 ولمدة حوالي 3 شهور طبقا لهذه الإجراءات. التيم اس كل اتحاد أهلي له حد أقصى بفتح التيم اس لمدة حوالي 12 أسبوع، يعني بمعنى أصح حوالي 3 أشهر. وبالتالي الاتحاد المصري بالتالي الأهلي قال أو اتحاد الكرة قال إن هبدأ من 1/7 المتاح لي لغاية 1/10، لكن عشان الموسم هيبدأ منتصف سبتمبر فقال إن المدة هتكون من 1/7 لغاية 15/9. ده العنصر الثالث. العنصر الرابع وهو متعلق بمشاركة اللاعبين الدوليين أو اللعب بدون الدوليين من عدمه. وبالتالي هذه الأربع أطر أو الأربع قضايا اللي احنا بنتكلم فيها النادي الأهلي بيغلفها من خلال مذكرة تم إرسالها لاتحاد كرة القدم بعد مناقشة هذه الملفات بعناية تامة ودراسة دقيقة لهذه الملفات. أبدأ بأول جزء واللي بنأكد عليه في كل حلقة واللي بنتكلم فيه كل مرة،
إلى أن استمع اتحاد كرة القدم إلى هذه القضايا بشكل رسمي، وهناك اجتماع في هذه اللحظات داخل مقر اتحاد كرة القدم لبحث هذه المشكلة وكيفية الخروج منها، نظرا لأن هذا الملف بالتأكيد له دور إيجابي لمصلحة الأندية المصرية، وأيضا له دور إيجابي بالنسبة للمنتخب الوطني اللي هينعكس عليه سواء بالإيجاب أو السلب حسب القرار اللي هيتخذه اتحاد كرة القدم خلال الساعات القادمة أو في مساء هذا اليوم. أبدأ بالجزء المتعلق بإرسال أسماء الأندية التي ستلعب في بطولتي إفريقيا، دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. الكل شاف الخطابات التي أرسلت من الاتحاد الإفريقي، وآخرهم خطاب يوم 3/6 اللي أخطر فيه الاتحاد الإفريقي الاتحاد المصري بضرورة إرسال أسماء أربع أندية، الأول والثاني في الدوري العام سيلعبها دوري أبطال إفريقيا، والثالث والرابع أو بطل الكاس حسب رؤية كل اتحاد سيلعب في دوري أو كأس الكونفدرالية. والاتحاد الإفريقي لكرة القدم حدد 12 اتحاد أو 12 دولة لها الحق فقط في إرسال أسماء أربع أندية، نظرا لأن هؤلاء الاتحادات تعتبر الأعلى تصنيف والأعلى أرقام قياسية في النتائج الأخيرة بالنسبة للمنتخبات سواء على المشوار الإفريقي أو حتى في المشوار الدوري. وحدد الخطاب الـ 12 اتحاد بدءا من عدد من الاتحادات التي ذكرت في هذه الخطابات، بدءا من الجزائر، أنغولا، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا، نهاية إلى تنزانيا، تونس، زامبيا. وبالتالي هذا الخطاب بيجبر اتحاد كرة القدم على انتهاء المسابقة قبل يوم 30/6. طيب، فكرة إن احنا نبعت أسماء الأندية من خلال أرقام، بنأكد تاني وإحنا بنأكد على هذه المعلومات لأن هذه المعلومات دقيقة جدا في هذا الشأن ومعلومات قانونية، لا يجوز إرسال أسماء الأندية إلى الاتحاد الإفريقي بأرقام أو حروف. ليه؟ لأن هناك تصنيف، هذه الأندية التي سترسل أسماءها إلى الاتحاد الإفريقي ستوضع في كرات متعلقة بقرعة مسابقتي دور الأبطال وكأس الكونفدرالية، القرعة تقام حسب التصنيف. هناك ناديين ما زال الأمر معلق بينهما، من سيتواجد في دور الأبطال ومن سيتواجد في الكونفدرالية، وهو الزمالك وبيراميدز. الزمالك مصنف لأنه حامل كأس الكونفدرالية العام الأخير والموسم الأخير، فبالتالي إذا لعب في كأس الكونفدرالية ومصنف لن يلعب أدوار تمهيدية. العكس بالنسبة لنادي بيراميدز، نادي بيراميدز غير مصنف، وبالتالي النادي غير المصنف يلعب من الأدوار التمهيدية، وإذا وجد في دور الأبطال أو الكونفدرالية سيتواجد في الأدوار التمهيدية. كرة نادي الزمالك أو كرة نادي بيراميدز عندما توضع في الكرات المتعلقة بالأدوار التمهيدية، هنا نادي الزمالك إذا تواجد في الكونفدرالية وأرسل اسمه في دور الأبطال أو أرسل رقم على إن الزمالك في دور الأبطال، سيلعب تمهيدي أم لن يلعب تمهيدي؟ نفس الأمر للبيراميدز. وبالتالي فكرة أن المعلومات اللي بتتكتب أو الأخبار اللي بتطلع من اتحاد كرة القدم ومصادر بتأكد هذه المعلومات هي معلومات غير دقيقة، لأن هناك أمر متعلق بالاتحاد الإفريقي بيهتم جدا جدا بمسألة التصنيف، وبيحدد أسماء الأندية في بداية المسابقة مين هيلعب الأدوار التمهيدية ومين هيلعب دور الـ 32، وبالتالي بتنتظر 6 أندية في دور الـ 32 القادم من الأدوار التمهيدية، وبتجرى بشكل آخر في دور الـ 32، وبالتالي فكرة التصنيف هنا بتمنع أساساً فكرة أنك ترسل أسماء الأندية عبر كرات إلى الاتحاد الإفريقي أو عبر أرقام أو حروف إلى الاتحاد الإفريقي. وبالتالي هذه الجزئية جزئية قضي البحث فيها خلاص، يعني الناس من امبارح أكدنا عليها وقلناها وبنأكد عليها تاني، هذا الخطاب وهذه المعلومات بتأكد أنك ضروري أن تنتهي من مسابقة الدوري العام قبل 30/6. الجزء الثاني هو متعلق بخطاب القيد. خطاب القيد أكد على ثلاث معاني، حدد ثلاثة مواعيد للقيد الإفريقي من 1 لـ 10/7، وهي الموعد الذي سترسل فيه القائمة المبدئية بحد أدنى 23 لاعب. هذا الميعاد لا يجوز الاستثناء فيه ولا يجوز تغييره بأي حال من الأحوال، لأن هذه المواعيد مواعيد القيد الإفريقي أساسا مرتبطة ب 52 اتحاد أهلي سترسل أسماء أنديتها لهذه البطولة الإفريقية، وسيلتزم الجميع بهذه المواعيد. لا يجوز الاستثناء في مواعيد القيد، وإذا حدث استثناء في مواعيد القيد سيكون الاستثناء لكل الأندية، وبالتالي أي تغيير إذا حدث ده إذا حدث على القيد الإفريقي سيكون لكل الاتحادات الأهلية، لن يكون هناك استثناء في مصر عن باقي الاتحادات الأخرى، لأن القيد مرتبط بنظام التيم اس ومرتبط بكل الأندية السواسية، وهناك عدالة وتكافؤ في الفرص الاتحاد القاري يسعى إلى تطبيقها طبقا للائحة النظام الأساسي
للبطولات الإفريقية ولائحة النظام الأساسي لمسابقتي دور الأبطال وكأس الكونفدرالية. وبالتالي هذه المواعيد التي حددها الاتحاد الإفريقي بالنسبة للقيد مواعيد ثابتة، وإذا حدث أي تغيير، وأعتقد إذا لا يعني إذا حدث ده هيكون لكل الاتحادات. لكن نحن الآن نتعامل مع الخطاب الأخير الذي أرسل بخصوص مواعيد القيد من 1 لـ 10/7، هو الحد الأدنى لقيد 23 لاعب. ما ذكر من مواعيد أخرى بعد هذا الميعاد هي مواعيد استثنائية، فيما معناها إذا لم تقيد عدد آخر من اللاعبين في هذه الفترة الزمنية هناك قيد بمنع مشاركة هؤلاء اللاعبين في الأدوار التمهيدية ودور الـ 32 مع دفع غرامة مالية تقدر بـ $500 في الفترة من 21/7 إلى 30/7، لكن فترة من 11/7 إلى 20/7 غرامة $250. وبالتالي هناك ميعاد أساسي ومن 1 لـ 10/7 وهناك ميعاد آخر لغاية 31/7. الميعادين مهمين لأن الميعاد الأول بيتعلق بإرسال الحد الأدنى واللي لازم يرسل في هذه الفترة بأي حال من الأحوال، وبينطبق على ذلك أنك في التوقيت ده عشان ترسل اسم 23 لاعب في القائمة المبدئية لغاية 10/7 لازم يكون التيم اس والقيد المحلي فتح في مصر في أول 10 أيام من شهر يوليو. وبالتالي النادي الأهلي بيسعى من خلال المذكرة والشكوى التي أرسلت لجنة التظلمات على تأكيد كل هذه المعاني في كل بيان بيصدر وفي كل مذكرة بترسل إلى اتحاد كرة القدم. الجزء الثالث المتعلق به واللي احنا ذكرناه بالامس وكان مفاجاه للجميع، وده من مصادرنا بتاكد هذه المعلومات، واي نادي ليه اكونت على التي ام اس خاص بانتقالات اللاعبين هيقدر يدخل على نظام الانتقالات ويعرف ان الاتحاد المصري لكره القدم من سنه او تحديدا في شهر سبتمبر عام 2018 ارسل الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اكد له ان نهايه الموسم موسم 2018-2019 سيكون بتاريخ 30/6/2019، وسيبدأ العمل بنظام التيم اس للانتقالات الصيفية في القيد المحلي بدءا من 1/7/2019 حتى 15/9/2019. هناك فرصة أيضا أسبوعين آخرين في شهر سبتمبر، لأن القيد التيم اس بيسمح لك بحد أقصى 12 أسبوع، عندك حد أدنى وحد أقصى، لكن الحد الأقصى للانتقالات حوالي 12 أسبوع. الاتحاد المحلي الاتحاد المصري أرسل الاتحاد الدولي في سبتمبر الماضي أن القيد المحلي سينتهي في مصر 15 سبتمبر وسيبدأ 1 يونيو 1 يوليو 1/7/2019. وبالتالي اتحاد كرة القدم في الاستعداد للموسم الجديد كان بلغ الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي عبر نظام التيم اس أنه سينتهي من الموسم الجاري يوم 30/6 وفتح الانتقالات يوم 1/7/2019 لغاية 15/9 والاستعداد للموسم الجديد. نظام التي ام اس ده نظام انتقالات بيسر على كل الاتحادات في العالم، والاتحاد الدولي عشان يحدد خريطة فتح التي ام اس لكل الاتحادات ويكون فيه ربط إلكتروني بين كل الاتحادات الأهلية بيتعامل مع الاتحادات الأهلية والاتحادات القارية قبلها بسنة عشان يبدأ يوفق مواعيد الانتقالات، لأن هناك انتقالات لعدد من الأندية بيستمر لغاية شهر أكتوبر وشهر نوفمبر. وبالتالي عشان يتم التنسيق بنظام التيم اس والسيستم يقدر مفتوح لبعض الاتحادات لازم بيتم التنسيق الالكتروني ده قبلها بسنه، والخطابات بترسل بشكل رسمي للاتحاد الدولي فيفا عشان تقدر تحدد كل هذه الاطر المتعلقه بانتقالات اللاعبين. وهذه اللوائح وهذه الخطابات مش فكره اداريه فقط، هي فكره متعلقه ايضا كمان بامور فنيه وامور ماليه. الاتحاد الدولي لما بيرسي هذا المبدا في ضروره مخاطبه الاتحادات المحليه للاتحاد الدولي قبلها بسنه عشان يفتح نظام التيم اس في مواعيد معينه هو امر متعلق بنواحي ماليه عشان ما يكونش فيه خسائر ماليه على الانديه اللي هتتعامل مع نظام التيم اس اذا ما كان هناك نظام ظهر فجاه في عدم فتح باب القيد او تغيير مواعيد القيد. وبالتالي الاتحاد الدولي ارسى هذا المبدا حفاظا على الفلوس المتعلقة بعدم خسائر الأندية لأي أرقام في الميزانيات المتعلقة بقطاعات كرة القدم، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فاهم بشكل كويس جدا أن كرة القدم أصبحت صناعة، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأهلي أو الاتحاد الإفريقي سبب حتى لو بشكل غير مباشر في تعرض الأندية لأي من الخسائر المالية. وبالتالي هذا النظام الإلكتروني نظام دقيق جدا وبيحدد هذه المواعيد قبلها بسنة، وبالتالي اتحاد الكرة بنفسه هو اللي قال للاتحاد الدولي أن أنا أفتح القيد يوم 1/7/2019 لغاية 15/9/2019. الجزء الرابع، المحور الرابع اللي بكلمكم فيه قبل ما أخش بقى في مجموعة أخبارنا اللي موجودة دلوقتي معانا المتعلق ب
كلام المهندس أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم في مؤتمر صحفي يوم 27 مايو. بحدد التاريخ لأن في التاريخ ده خرج اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي وفي مؤتمر صحفي حضره كل وسائل الإعلام وقال فيه أن هناك اقتراح بإقامة المباريات المتبقية للدوري بدون الدوليين، لكن بعد هذا الاقتراح لم يحدث أي جديد ولم يحدث أي أمور جديدة داخل اتحاد كرة القدم. لماذا؟ الاتحاد المصري بعد هذا البيان وبعد هذا القرار أساسا لم يرسل للأندية بشكل رسمي ويستطلع رأيها في استئناف المسابقة وانتهائها بدون الدوليين. وهديكوا أمثلة على السنة دي لما اتحاد الكرة فكر إن يلعب بالمسابقات بدون الدوليين. خاطب الأندية وقال لها الكلام ده ولا خد القرار ونفذ على طول؟ لأنه لما خد القرار ونفذ على طول خد القرار ونفذ من غير ما يخطر الأندية أو أخطر الأندية والأندية وافقت ولعب بدون الدوليين. فاكرين مباراة الكأس الأهلي والترسانة لما قال لك هنلعب بالأدوار الأولى بدون الدوليين؟ والأهلي لعب مباراة الكأس أمام الترسانة بدون الدوليين وكسب بفرق هدف، وكانت مباراة عصيبة جدا، وكان الأهلي حريص حتى لو بالدوليين إنه يلعبها ما عندوش مشكلة أو بدون الدوليين، لأنه هو كان حريص على تنفيذ جدول الدوري العام بشكل مميز. فاكرين مباراة الداخلية اللي كانت مؤجلة واتحاد الكرة قال لك لو ممكن تلعبها بدون الدوليين ما عندكش مشكلة، والأهلي قال ساعتها ما عنديش مشكلة ألعبها بدون الدوليين حرصا على انتظام المسابقة؟ فاكرين مباراة الداخلية؟ لولا بس ان ساعتها كان المنتخب الاولمبي بيعتمد على عدد من اللاعبين وكان المنتخب الاول عنده عدد من اللاعبين، فبالتالي ما تبقاش في قائمه الاهلي اكتر من حوالي 14 15 لاعب، ففرصه اللعب بدون الدوليين كانت صعبه وقتها. تمام، لكن دي كانت امثله في التعامل بين الاتحاد المصري لكره القدم مع الانديه في فكره اللعب بالدوليين او اللعب بدون الدوليين، وكان هناك يعني امور سهله وتجاوب بين الانديه في هذا الامر. امور تانية كمان، فاكرين سنه 88 لما الاهلي لعب مع الزمالك وكان هناك قرار من اتحاد كرة القدم عشان منتخب مصر يشارك في كأس العرب؟ لعبنا سنة 88 مباراة قدام الزمالك وخسرنا 2-1 وكان الأهلي ساعتها بيلعب بدون الدوليين، وكان قرار اتحاد كرة القدم ساعتها عشان المنتخب هيلعب في كأس العرب، والمسابقة بالمناسبة بالتأكيد ما كملتش. أيضا سنة 84 كان هناك قرار اتحاد كرة القدم باستكمال الدوري بدون الدوليين، وبالتالي فكرة استكمال الدوري بدون الدوليين ليست جديدة، اتحاد كرة القدم اتخذها كثيرا وطبقت على الأندية بشكل عام خلال سنوات سابقة. تمام، والسنة دي مش هنروح بعيد، السنة دي الأهلي لعب مباراة الترسانة في الكاس بدون الدوليين، وكان هناك اتجاه ان كمان الأهلي يلعب مباراة الداخلية في الدوري العام بدون الدوليين. الحلول موجودة وسهلة، لكن صاحب القرار اهم حاجة انه يتخذ القرار ويحل لمصلحة الكرة المصرية. عموما قلت لكم في البداية ان مذكرة النادي الأهلي والكلام اللي قاله النادي الأهلي خلال الساعات الماضية حرك المياه الراقدة داخل مقر اتحاد الكرة في الجبلية، وهناك اجتماعات دائرة في هذه اللحظات داخل اتحاد كرة القدم لبحث ما هو الجديد في هذه اللحظات والقرارات التي ينتظرها أو التي تنتظرها جماهير كرة القدم بشكل عام لبحث هذه القضية قبل كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة. طيب أنا معايا مجموعة من الأخبار بتلقي الضوء على هذه المعلومات بشكل مستفيض أكتر، وبرضو نعرف كل مشاهدينا اللي طار على الساحة الرياضية منذ الصباح البكر. زي ما قلت لكم النهارده النادي الاهلي خلاص بالفعل رسميا اخطر اتحاد الكره بقرارات اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اللي ذكرت بالامس. هذا الاجتماع اللي استمر لما يقرب عده ساعات استعرض خلال المجلس التداعيات الاخيره بخصوص موقف اتحاد الكره من المباريات المتبقيه، وكانت قرارات المجلس جاءت فيه اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تصاعديا وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضه، واللي قلناه بالامس بدءا بين لجنة التظلمات مركز التسوية والتحكيم وصولا إلى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية. طيب قبل ما أكمل مجموعة هذه الأخبار أروح بسرعة وطير إلى مقر اتحاد كرة القدم بالجبلية، ومعايا على الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف، وإيه الأخبار عندك في اتحاد كرة القدم؟ الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن النهارده الصبح فعلا زي ما تفضلت وقلت النادي الاهلي ارسل وفد من الشؤون القانونيه لتقديم تظلم اعلان التظلمات في اتحاد الكره المصري. يمكن في الرابعه عصرا كان في اجتماع طارئ دعا لي المهندس ثاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره المصري، يمكن حضروا معظم الاعضاء ان لم يكن الدكتور كرم كردي عشان خارج البلاد مع المنتخب الاولمبي. يمكن اجتمع الاجتماع بدا في الرابعه والنصف عصرا بالتحديد بجميع الاعضاء باستثناء طبعا الدكتور كرم، ويمكن في السادسه والنصف كان في المجاور لاتحاد الكره المصري مركز التعليم المدني، يمكن حضر وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وتلاه طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ويمكن في السابعه والرابعه والنصف
انضم لهذا الاجتماع رئيس اتحاد الكره المصري المهندس ثاني ابو ريده والمدير التنفيذي العميد ثروت سويلا. يمكن نزل المتحدث الاعلامي وعضو مجلس الاداره الاستاذ احمد نجاهد الاعلاميين وقال ان خلاص كده ما فيش بيان اعلامي الان، ولكن بعد قليل في خلال الساعات القادمه هيكون في بيان وافي وشافي من الاتحاد الكره المصري على الموقع الرسمي. لا بمعنى شريف، بمعنى يعني دلوقتي اجتماع اتحاد الكره لسه مستمر. بعد كلام احمد نجاهد بدا اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره في مغادره اتحاد الكره، ولكن المستمر الى الان الجلسه الخاصه برئاسه الوزير ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن خطيب ورئيس اتحاد الكره المصري مهندس ثاني ابو ريده، يمكن لسه الى الان في اجتماع في مركز التعليم المدني الجوار اتحاد الكره المصري. بعد انتهاء هذه الجلسه هيصدر على طول اتحاد الكره المصري بيان في هذه الازمه ويوضح هذه الازمه، بس الشواهد كلها وكل المؤكد بيقول ان النهارده ستحل هذه المشكله من جميع الاطراف طالما تدخل معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبري. وبالتالي ليس هناك مؤتمر صحفي في اتحاد كره القدم في هذه اللحظات، والكل بينتظر البيان الذي سيصدر عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكره، كده مظبوط؟ تمام مظبوط. احمد مجاهد قال خلاص يا جماعه ما فيش مؤتمر صحفي، البيان هينزل على الموقع الرسمي، وبالفعل بدات على طول الاعلام اللي كان موجود صحفيين واعلاميين بمغادره اتحاد الكره المصري، الكل في انتظار كمان انتهاء الجلسه المستمره يمكن من السادسه والنصف في مركز تعليم مدني وزير الشباب والرياضه كابتن خطيب هاني ابو ريده مهندس هاني ابو ريده طبعا والعميد ثروت سويلا. منعقده الى الان، منعقده في انفراجه، في انفراجه باذن الله، بس اللي باكد عليه ان الشواهد كلها بتقول ان الفار هيطبق، ان كل مطالب النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا هتطبق باذن الله. طيب هل المهندس احمد مجاهد اتكلم في توقيت زمني خلال ساعه خلال ساعتين في بيان هيصدر، ولا ساب الدنيا مفتوحه ما قالش البيان هيصدر امتى، هل النهارده هل بكره، ولا لسه ما عندوش عنصر الوقت بالنسبه له ما اعلنوش بشكل واضح ليكم؟ المهندس احمد مجاهد قال في خلال ساعه، خلال ساعه وقال ومشي، لكن هو لا يحدد الوقت انتهاء اجتماع الكابتن خطيب مع الوزير مع المهندس ثاني ابو ريده، هو ده اللي هيحدد. طب قال خلال ساعه من امتى طيب يا شريف؟ قال في خلال ساعه، يمكن من ساعه فاتت، يمكن المفروض دلوقتي يعني على كلامه الساعه منها والنصف يكون في بيان، ولكن الى الان جلسه الوزير مستمر. البيان هيكون بعد انتهاء جلسه الوزير، هيكون طبعا المهندس ثاني ابو ريده هيكلف المركز الاعلامي في اتحاد الكره باصدار البيان على طول، هتلاقي البيان على صفحه الاتحاد الكره المصري طبعا، وهيرسلوه طبعا لجميع المواقع والتلفزيونات. طيب ولكن كل الان جلسه الوزير مستمر. طيب كل اعضاء اتحاد الكره خلاص غادروا مقر الجبلية ولا لسه في اعضاء موجودين؟ لا كله غادر، يمكن قدامي كان حازم امام غادر، المهندس احمد جاهد، الكابتن عصام عبد الفتاح، الكل غادر الاجتماع طبعا، ان خلاص الاجتماع بقى دون جدوى، لان رئيس الاتحاد في جلسه الوزير ورئيس النادي الاهلي، فخلاص فالقرار كله بقى في مع الوزير والكابتن خطيب والكابتن المهندس ثاني ابو ريده. انا عارف يا شريف بما انك ليك خبرات كبيره في الموضوع ده ودايما كنت متواجد في اتحاد الكره عبر سنوات من خلال عملنا الاعلامي، هل اتكلمت مع الكابتن حازم امام، اتكلمت مع الكابتن سيف زاهر، هل في اي شواهد ظهرت ليك او اي تصريحات من كذا عضو في الاتحاد، ولا الكل بيمتنع عن التصريحات انتظارا لانتهاء الاجتماع اللي انت بتتحدث عنه دلوقتي؟ بص يا زميلي محمد، يمكن المؤكد من كواليسنا ان اغلبيه اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره عندهم رغبه كبيره ان يخلصوا الدوري العام قبل بطوله الامم الافريقيه بدون اللاعبين الدوليين، دي رغبه موجوده لدى الاعضاء جدا. من الكواليس والناس بتقرب كده، هو عاوزين يخلصوا البطوله قبل بطوله الامم الافريقيه عشان ما يحطوش نفسهم في بطين وثلاث فترات فين والكلام ده كله بالظبط. ولكن برضه بيجي يقول لك اصل المنتخب الاول فيه لعيبه، المنتخب الاولمبي فيه لعيبه، الانديه عندها لعيبه محترفين فيها برضه مع منتخباتها، فكل ده ممكن ياثر بالسلب على شكل المسابقه وعلى نتائج المسابقه، ده الكلام اللي بيتقال، ولكن متفقين اتفاق كلي ان لازم فعلا بطوله الدوري تكتمل بدون الدوليين، متفقين ان الفار لازم يطبق من اول مباراه في الموسم الجديد، متفقين ان مطالب النادي الاهلي شرعيه جدا، وان النادي الاهلي من حقه يطلب، ومن النادي الاهلي ما بيطلبش غير اكتر منه، وراجل بيقول انا عاوز فار من حقه، عاوز جدول مسابقه منتظم من حقه، عاوز مواعيد منتظمه، عاوز القيد بانتظام، الناس كلها بتقرب هذه، بيقول لك من حقوق النادي الاهلي ومن حقوق الانديه المصريه كلها هذا الكلام، ولكن ده كان موسم استثنائي، فده اللي خلانا بس يحصل هذه المشاكل، ولكن الكل معترف اعتراف كلي ان النادي الاهلي من حقه
يطلب مسابقه منتظمه من حقه، يطلب فترات قيد منتظمه من حقه، يطلب فار ان العالم كله خلاص بدا يتجه للفار عشان العداله في ملاعبنا المصريه طبعا. تمام، زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، اطلعتنا بشكل مفصل بصراحه بامانه، بشكرك جدا انك اطلعتنا على تفاصيل مهمه جدا من داخل مقر اتحاد كره القدم بالجبلية وما يدار في هذه اللحظات بخصوص اجتماع الاتحاد لحسم مساله الدوري العام وموقف انتهاء المسابقه قبل 30/6 وقبل انطلاق كاس الامم خلال الفتره القادمه. شريف قال جزئيات مهمه جدا، خلال الساعات القادمه او خلال الدقائق القادمه ممكن في اي لحظه يصدر البيان الرسمي من اتحاد كره القدم لحل هذه القضيه، لكن فكره ان اعضاء الاتحاد بلا استثناء حسب ما قال شريف كلهم متفقين على بيان النادي الاهلي، عايز اقول نقطه مهمه جدا، ما هو بيان النادي الاهلي او المذكره اللي ارسلها النادي الاهلي دي حقوق مشروعه لكل الانديه المصريه، وبالتالي كان من الواجب على اعضاء اتحاد كره القدم ان يتخذوا مثل هذه القرارات من شهر او شهر ونصف. ليه انتظرنا لغايه اللحظه دي؟ ودي الوقت اللي بيجبرنا كلنا لان احنا لازم ناخد حل خلال الفتره القادمه. وبالتالي قلت لكم بيان الاهلي ومذكره النادي الاهلي كانت بمثابه الحجر الذي القي في المياه الراقده وتحركت بسببه كل المنظومه الرياضيه في مصر لحل هذه القضيه، لان ده دور النادي الاهلي. دور النادي الاهلي هو قائد عارف مصلحه الكره المصريه وعارف مصلحه الانديه بشكل عام ومصلحته هو كمان عشان يخطط لمستقبله، لان في النهايه النادي الاهلي بيهمه مصلحه جماهيره، وعشان جماهيره تسعد بالبطولات لازم يخطط لها كويس، وعشان يخطط لها كويس لازم يحضر كويس ويعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه وايه المشاكل اللي بتواجهه وازاي يقدر يخوض، يعني مش عايز اقول حرب، لكن ازاي يقدر يخوض في غمار هذه المشاكل عشان يحل كل القضايا دي وهو بيستعد لموسم جديد. انا هقول الاخبار السريعه لان هطلع فاصل. الاهلي يخطر اتحاد الكره بقرارات اجتماع المجلس، الاهلي يتقدم بشكوى لاجتماع لجنه التظلمات خلال الساعات القادمه. النهارده كان في اجتماع مهم جدا للجنه التخطيط بقطاع كره القدم مع الجهاز الفني بقياده مارتن لاسارتي والكابتن محمود الخطيب حضر هذا الاجتماع لبحث هذه القضيه. كل هذه الاخبار وكل هذه التفاصيل وكل هذه الموضوعات بالتاكيد هنناقشها بعد الفاصل مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. حضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة، الأولى والأخيرة، لأن النهاردة حلقتنا حلقة استثنائية، لأن النهاردة هذه الفقرة هناخد فيها مساحة وقت أطول شوية عشان نتكلم في هذه القضايا الشائكة، لأن هذه القضية شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، لكن زي ما قلت لكم بالأمس بعد المذكرة التي أرسلها النادي الأهلي والبيان الذي أعلنه النادي الأهلي هناك تحرك كبير جدا داخل مقر اتحاد كرة القدم لحل هذه القضية خلال الساعات الجارية، وضروري حل هذه القضية ونهاية الدوري قبل كأس الأمم خلال الأيام القادمة. اسمحوا لي بالتأكيد أرحب في هذه اللحظات بضيفي أو طبعا هو صاحب بيت لأن ناقد رياضي كبير وكاتب صحفي كبير ودائما بتشرف بوجودي معاه الناقد الرياضي الأستاذ الكبير الأستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام منورنا ومشرفنا والحمد لله على السلامة. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب وكل مصر يا رب بخير، عيد فطر مبارك، ومن مصر ومن قناة النادي الأهلي لكل العالم بخير وسلام يا رب إن شاء الله. طلعنا من أجازة العيد على قضية كبيرة جدا، يعني الناس كلها مستمرة من الأجازة وقضية مستمرة، هي مستمرة بقى لها أكتر من شهر يا أستاذ عصام. صحيح، بس عايز اتكلم في جزئيه الناس برضو مش واخده بالها منها، الفكره في حد ذاتها انها القضايا اللي بنتكلم فيها دلوقتي دي كلها اختصاص لجان داخل اتحاد كره القدم، امر متعلق بلجنه شؤون لاعبين ولجنه مسابقات، وبترفع الامر برمته لمجلس اداره الاتحاد برئاسه المهندس هاني ابو ريده. دور اللجان فين؟ والخطابات اللي بتجيلها من الاتحاد الافريقي وفتح التيم اس بالاتفاق مع الاتحاد الدولي من سنه، كل هذه الامور فين مجلس الاداره منها؟ مجلس إدارة اتحاد الكورة. اتحاد الكورة فين الأول الجمعية العمومية؟ الحقيقة يعني لم يناشد أو لم يطالب أو لم يتقدم أحد غير النادي الأهلي، بينما الجمعية العمومية اللي منوط بيها تدرس نفس الحاجات. يعني احنا لو جينا نتحدث الفكرة التي تطرح جماهيريا هي فكرة من يحكم؟ الأهلي يحكم، الزمالك يحكم، علشان يبقى فيه دايما ضبابية في المشهد، بينما الأصل في الموضوع أسئلة كثيرة جدا حائرة. حضرتك قلت منهم سؤالين وانت بتستشرق على الموضوع، ما معناه فين اللجان؟ يعني ما أقصده أنه الجمعية العمومية هل تدرك معنى
امتداد الموسم فنيا وبدنيا على لاعبيها، هل تدرك القيم التسويقية للمسابقة ككل، للأندية، للنجوم؟ ومن ثم هذا الإدراك كان يعني مش إنه ياخدوا موقف الأهلي أو ضد الأهلي، لا معه ولا ضد، موقف كروي، موقف يؤكد إن الكرة المصرية أوشكت على مرحلة ما بعد المخاض، خاصة وإحنا رايحين على حدث يعني أمم أفريقيا طبيعي جدا أنها تقام في مصر، أمم أفريقيا ما هياش بطولة يعني نشأت حديثا، ولكن هذه المرة هي مونديال، هذه المرة هي قياس لعبقرية هذا الوطن الملالك بصراحة. مظبوط. ما يقيمه من يفوز بالتنظيم على مدى سنتين وقرابة الأربع شهور، مصر أنجزته في خمس شهور بثمان منتخبات إضافية، يعني معاك حمولة الضعف، ومن ثم هتخرج مونديال يليق بالكرة الأفريقية فنا ومتعة واقتصاد واستثمار، وقول زي ما انت عايز. وبالتالي اعتقد ان ده كان الموسم الأهم لإحداث بعض التطوير، بعض التطوير الذي يعني اللي حضرتك قلته، ان يكون في وفادة جديدة للجان، ان يكون في جمعية عمومية تتنبه لإيه؟ للآتي مرة تانية، لاعبين يمتد بهم الموسم 55 يوم إضافي، مدربين هيفضلوا موجودين حتى لو أنت كان عندك نية التغيير، نجوم عقودهم ما تنتهي، استعارات أو إعارات، كل ده في البيزنس. لو دي فلوس ناس كانت الدنيا خلتهم ها يعني جابوا الأولى المتحدة نفسها، واخد بالك؟ طبعاً ليه؟ خسائر كبيرة، لأنه ده اسمه اقتصاد كرة القدم. طبعا أنا عارف، أنت عارف، أنا بس بقول للي محسسنا إن إحنا في عصر هواية بحت. وبالتالي الجمعية العمومية أول شيء لازم تحط إيدك عليه وإنت بتفكر بقى في تغيير وتطوير للكرة المصرية، لأنه من المستحيل إن أنت تبقى مش مدرك لحجم هذا الخطأ فيتم تصدير ها ما هو آتي، أنت مع أو ضد الحكاية، لا أنت مع ولا أنت ضد. الحكاية واضحة وصريحة، هي مستقبل الكرة، هي أمل في غد أفضل لصناعة. كنا بنقول إنه الدولة امتلكت الإرادة دي مع كل الملفات، زي تطوير الاقتصاد، زي الطرق، زي مد جسور، زي كل اللي احنا شايفينه في عنوان اسمه مصر الجديدة، أكدته مع حضرتك قبل كده من 2013، وهي الوثيقة التي وقع عليها شعب كامل. وبالتالي هو منحة كرة القدم ده مش تبعهم، لا تبعهم. وبالتالي هنا لازم تتوقف. ليه؟ لأنه هذه الصناعة يجب أن تدور مكينتها، يجب أن تفتح مصانعها، ومن ثم باحتراف، ما فيهاش بقى واحد مشكور يفيق علينا بأنه راجل متطوع، ما فيهاش حد مشكور يقول لنا أنه في حاجة اسمها الأجندة وكأننا ما كناش يعني في العالم وجينا على العالم فجأة، ما يقول لناش أنه مسألة وضع جدول للدوري ها دي فكرة يعني محتاجة خبراء من الناس التانيين وحاجات كده، كلها أمور منطقية جدا، كلها أمور طبيعية جدا. هذه النواقص هو ما يمكن أن يعتمد عليه في اللي حاصل دلوقتي من قضية. لازم الجمعية العمومية والرأي العام والإعلام يمتلكوا فكرة أننا نريد تطوير للكرة المصرية، مش فكرة يعني الزاوية الضيقة على خطورتها، لكنها الزاوية الأضيق كمان، مش بس الضيقة. تمام. ألا وهي هتلعب دلوقتي ولا هتلعب بعد البطولة، خاصة وإن احنا عندنا نموذج، عندنا نموذج بيدرس الآن، مباراة الوداد والترجي إعادتها باتت مرتبطة بفكرة هو الموسم هينتهي إمتى، لأنه في لاعبين في الوداد والترجي عقودهم هتنتهي. بالظبط. والعب بالقائمه الافريقيه اللي انا هبعتها في اول سبعه، ولا اللي انا باعتها بكده ولسه مستمر بيها. ده لسه موضوع الترجي والوداد لسه فيه كلام كبير. ما انا بقول لحضرتك اهو، لسه فيه كلام تفاصيل. انت يعني لكن هنا بقى هتيجي بقى دور زي ما حضرتك قلت اللجان، حتى على ما نريده من تطوير، برضه هنسميه تطوير بين قوسين في الكاف نفسه، لكن على الاقل هتلاقي اصوات تعظمت جوه في لجنه المسابقات، في لجنه الانضباط، في لجنه كذا، في لجنه ماذا، لانها قائمه على الارض شكلا بس مش بالطريقه بتاعتنا اللي هي شكلا خالص دي. عارف يا استاذ عصام، بدون قطع كلام حضرتك، اسف للمقاطعه، بس هنكمل في القصه دي، بس يعني في حته ان انت ايه، فين دور اللجان؟ الاتحاد الافريقي حتى لما خد، واحنا طبعا لسه هنتكلم في موضوع الاهلي، بس الاتحاد الافريقي لما خد قرار في موضوع الترجي والوداد، باقي الاجراءات الاداريه المتعلقه بهذه المباراه
المكتب التنفيذي قال دور اللجان، لجنة الانضباط، لجنة الأخلاقيات، لجنة الحكام، لجنة المسابقات، صعد كل الأمور الإدارية المتعلقة بهذه اللجان لكي تجتمع هذه اللجان وتتخذ قراراتها الإدارية فيما هو متعلق بهذه المباراة. ما ده اللي بقوله حضرتك، هو دخل معاه الملف رقم 5 آخر قرار في القرار، عامل إيه؟ وزع 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 عشان يرجع تاني يلم الورق زي الامتحان. ده هيقول له لازم نلعب في التاريخ الفلاني، والتاني هيقول له الملعب العلاني، والتالت هيقول له بالطريقة كذا، والرابع هيقول له الفار. كل وما لديه من خبرات في المجال ده. بالزبط. هل سمعت ان في واحد في اللجان دي متطوع حضرتك؟ لا اطلاقا، مستحيل مستحيل. حتى البورد في الاتحاد الافريقي بالمناسبه، يعني المكتب التنفيذي له مخصصات، لازم الناس تبقى. طب بلاش الاتحاد الافريقي، في الاتحاد الدولي وكل الاتحادات النوعيه وكره القدم بقى الاهم، عندهم مخصصات بما فيها امتلاكك لسياره مثلا بدون جمارك في دوله المقر، يعني لا في مخصصات. ولان انت فكره جنب فكره جنب فكره ثم وديها للجان اللي فيها محترفين، دخل اللجنه دي بالسي في بتاعته وسيرته الذاتيه، لقيته هو كمان بيكسبك فلوس. بالزبط. وبالتالي اعتقد ان مخصصات كمان تليق بالدور اللي بيلعبوه، سواء الاتحاد الدولي او الاتحادات القاريه لكره القدم. تمام. كل حد فيهم عنده مخصصات، وانا بقولها واعدها اهو علشان ما حدش يقول لنا ان فكره التطوع دي حاجه نبيله، يعني لا ما هياش نبيله ولا يحزنون. عفى عليها الزمن. طبعا كانت في وقت الهوايه، كانت في وقت مدرس الالعاب وما اعظمه، لما بيبني جيل، لما بيبقى في وسط الناشئين كمان، مش الشباب، الناشئين، ومن ثم هو يجهزك لهذا الاحتراف. تمام. طيب انا هتكلم في جزئيه برضو مهمه جدا يا استاذ عصام، وهي متعلقه لجنه المسابقات ما قامتش بدورها. ما قامتش بدورها من ناحيه ايه؟ ان هي عارفه ان في مواعيد معينه محدده الاتحاد الافريقي حددها، كل اتحاد اهلي هيرسل الاسامي الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه. لجنه شؤون اللاعبين ما قامتش بدورها، لان الاتحاد الافريقي اختارها في شهر ابريل بمواعيد القيد الافريقي، وهي نفسها لجنه شؤون اللاعبين من خلال نظام التيم اس المتعلق بانتقالات وقيد اللاعبين ارسلت للاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي من خلال المدير التنفيذي ان التيم اس في مصر هيبدا من 1/7/2019 وهينتهي 15 سبتمبر 2019. وبالتالي اتحاد كره القدم عندما يجتمع لمناقشه هذه القضيه بعد ما النادي الاهلي فند القضيه كلها في عدد من النقاط وشرحها ووضحها وارسل بها مذكره، الاتحاد لما يجي يقعد ويدرس كل هذه الاوراق اساسا ما قدموش توصيات اللجان بشكل قانوني وبشكل علمي عشان على اساسها يتخذ القرار. لا، دعا رئيس نادي الزمالك للحضور للاجتماع ومناقشته في هذا الامر، سمع لاراء قانونيه او اراء بعض اعضاء الاتحاد، اعضاء الاتحاد يقول لك المفروض كنا نخلص الدوري، بس طب هنعمل ايه، ما الوقت زنقنا. مفيش معيار علمي بيستندوا اليه ولا توصيه علميه لجنه المسابقات وشؤون اللاعبين بيطلعوها لمجلس الاداره. إذن المطلوب الان ان انت تعرف فاضل قد ايه من النهارده تحديدا، خلينا نقول 9/6 الى ان يبدا القيد الافريقي، ومن ثم تقدر تقول الوقت ده اقدر انجز فيه ايه. سيبك بقى من ان احنا نقعد ندور على حل مقنع للجميع، لابد الان من بناء محكم لفتره زمنيه من 9/1 زي ما حضرتك قلت، عدهم يطلعوا شهر وقد ايه، وبالتالي تقدر تسكن فيهم ما هو يساوي في المعادله اللي ما هياش صعبه ولا حاجه. ازاي هتقيد الفرق التي ستلعب افريقيا لاعبيها وكمان يلعبوا الادوار الاولى عشان تكافؤ الفرص؟ ازاي سيتم تحديد من يلعب في التشامبيونز ليج او بطوله الانديه ابطال الدوريات، ومن ثم من يلعب في بطوله الكونفدراليه؟ حلها يعني؟ ما هو ده الحل. مفيش حاجه واحده. ايه هو؟ اخلص الدوري قبل 30/6. ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، انا برضو زي ما احنا بنعمل يعني اللي علينا في الكادر الاعلام وبنقول من اين يمكن ان تجدوا الحل، بنقول لهم ان هو ده الحل، تسكين الفتره الزمنيه دي بما يساوي انه الموسم القادم، وضبط الايقاع في كره القدم يحتاج استغلال الفتره دي للبناء عليها بصوره تسمح للانديه بالقيد وتسمح للانديه باللعب قاريا في ظل ضوابط لا تفقدها لاعبيها، لا تفقدها استثماراتها، لا تفقدها كمان الاهم وهو تكافؤ الفرص فنيا. لا يمكن ان تلعب وانت مجهد جدا جدا مع فريق واخد اجازته، واخد في نفس الوقت مساحه من الوقت قدر يقوم فيها فريقه من جديد بعد فتره راحه.
السؤال الجماهيري الطبيعي هو ازاي محمد وعصام والنادي عايز يمشيهم، اي نادي ازاي هيستمروا وتحت اي نوع من انواع الانسانيه والاحترافيه ايضا هيلعبوا وهم عارفين انهم راحلون لا محاله، صحيح راحلون الى وجهه اخرى الى احتراف اخر، لكن لم يعد هناك منطق، لم يعد هناك حافز، لم يعد هناك دافع، هو ده مش تأليف ولا اختراع، ده كلام طبيعي جدا. إذن المطلوب الآن استغلال هذه المساحة الزمنية لإعادة هيكلة لما تبقى من ما يمكن أن يحفظ ماء وجه الكرة المصرية. طيب هقول لك على إحساس، ومش إحساس شخصي، إحساس لدى كل الجماهير الأهلوية وكل الشعب المصري اللي بيفهم في الكرة. أنا بحاسس إن اتحاد كرة القدم بيلعب معانا على عنصر الوقت، بمعنى آخر مباراة في الدوري يا أستاذ عصام كانت يوم 3/6، النهارده كام؟ 9/6، 9/6 عدى 6 أيام، الست أيام دول مش كان ممكن نادي الزمالك يلعب في الفترة دي اللي بيعدي ما يرجعش، ما خلاص ما هو بيلعب معاك على عنصر لا الوقت، لا يعني تعويضه ما فيش اليوم، خلاص قضي الأمر، عدى 6 أيام كان ممكن يتلعب فيه مباراتين من نادي الزمالك وتتبقى مباراة القمة كان ممكن يكون فيها نقاش، لكن دلوقتي مش هقول 1/7، ده أنت عندك مشكلة أكبر، انت ما ينفعش تلعب دوري وكاس الامم بيبدا، ما انا بقول لحضرتك يعني 21/6 ما علمته انه هناك احتمال انه الزمالك يسمح ليه بانه ياخد جنش اعتقد وثلاث لاعبين من المعسكر ويلعب بيهم مباراه هي مباراه الجونه على ما اعتقد الجونه تحديدا، ومن ثم يتبقى مباراتين لكلا المعسكرين الابيض والاحمر او الاحمر والابيض، بس دي هتظبط حته واحده ان كان ده صحيح قد تسهر نتيجتها عن وجود الزمالك تاني في الدوري، وبالتالي تقدر تسمي الأول والثاني، لكن شوف أنت عمال تكعبل شلة الخيط إزاي؟ أنت عمال تربط من هنا لهنا. النتيجة بقى ما هو كلها حاجات بقى إيه اللي هي فوري، وبالتالي طب لو أن النتيجة لم يفز الزمالك، طب لو النتيجة فاز الزمالك، طب النتيجة تعادل، تخيل هتعمل لجزء من حل 4-5 سيناريوهات. يا استاذ عصام في نقطه كمان، انت عشان تلعب الانديه لازم بتحدد لها الجدول، انت بنات الجونه في اجازه بقى اكتر من حوالي اسبوع 10 ايام هتجيبه على ماتش ازاي؟ الزمالك نفسه ادى اجازه بعد المباراه الاخيره، النادي الاسماعيلي مريح بقى اكتر، جالنا خبر النهارده انه الزمالك ابلغ لاعبيه اداريا يعني ان يعودوا يوم الاحد القادم، اكيد مش النهارده يعني كمان اسبوع، ده الخبر الرسمي يعني مثلا. فطب انا دلوقتي بتعامل مع لجنه مسابقات واتحاد كوره بيتعامل مع القرارات بناء على نتيجه الماتشات. هي الحقيقه فين زي ما قلت لك رد الشيء لاصله، فين بقيه الانديه؟ حاجه غريبه جدا يعني، احنا في واحده من الحلقات اعتقد جبنا مدربين وجبنا طب فين يعني بقيه الانديه؟ اجهزه فنيه عشان هم نفسهم تمام. يقولوا رايهم. طب فين بقيه الانديه؟ معانا تليفون مهم جدا من نادي الداخليه سياده اللواء عثمان دسوقي مدير طبعا. التنفيذي لنادي الداخليه والمشرف على فريق كره القدم بنادي الداخليه. سياده اللواء مساء الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. وفي ضيافه الاستاذ عصام شلتوت بيسلم على حضرتك. وسلم على عصام بيه وان شاء الله بالتوفيق دايما كده. سياده اللواء كل سنه وحضرتك طيب فن. كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير ان شاء الله. طبعا هارد لك لنادي الداخليه لم يوفق السنه دي في الدوري الممتاز، لكن بالتاكيد هناك ظروف كان ليها دور في ده ان نادي الداخليه لم يستمر في الدوري للموسم القادم، لكن سمعنا ان هناك تحرك من عديد من الانديه بعد بيان النادي الاهلي لصالح الكره المصريه، ما هي الخطوات التي سيتخذها نادي الداخليه خلال الساعات القادمه اذا كان لدى حضرتك بالتاكيد معلومات مؤكده في هذا الشان؟ طيب استاذنك بس نبتدي يعني في بدايه الموسم. اتفضل. هو الاشكال الموسم ده من بدايته ونهايته دي عنوان البدايه بتاعته. حضرتك احنا كل الانديه ال 18 نادي لو جبت ال 18 نادي كده كلهم مضارين من هذا الموسم. ما فيش نادي، ادي اكبر ناديين الاهلي والزمالك الاثنين برضه مضارين. المفروض ان اتحاد الكره ده اللي هو الخبره كلها في اداره المسابقه. الانديه دي فروع بالنسبه لاتحاد الكره. طب انت اتحاد الكره ادي شايف المغرب وشايف تونس نفس القصه وبدل الدوري بتاعهم استكمل قد البطوله الافريقيه. احنا حضرتك احنا يعني بدايه الموسم ال 18 نادي ممكن 15 16 نادي مين اللي كانوا موجودين؟ كانوا رافضين حته زياده عدد قيد اللاعبين من 25 ل 30. تمام. كان الاستبدال كان 2 لاعبين، فوجئنا الاستبدال بقى مفتوح. الدور الثاني
يعني حضرتك انا هضربك مثل بسيط قوي، احنا جبنا في الدور الاولاني 19 نقطه. الدور الثاني لما الفرق كلها في فرق غيرت جابت 30 لعيب، ما ينفعش. يعني هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، النادي الاهلي ونادي الزمالك كل واحد فيهم قايد 70 لعيب. دول تقريبا احسن 70 لعيب هنا واحسن 70 لعيب. باقي الانديه كلها بتدور على الفتات من اللاعبين. فحتى لو جبنا لاعبين في الدور الثاني مش هم المستوى اللي يقال ان انت ايه تجابه الانديه الكبيره. بقت الناحيه الماديه هي طاغيه على البطوله. انما لو من اول الموسم قالوا والله هم 25 والاستبدال اثنين كان كل الانديه مشيت كده، كانت بقى في لعيبه كتيره متوزعه على الانديه. ما كناش وصلنا للمرحله ان المنتخب دلوقتي مش لاقي لعيبه كويسه تلعب، مع ان اللعيبه اوريدي في لعيبه كويسه جدا في الاهلي والزمالك بس للاسف ما بيلعبوش. فدي يعني دي حضرتك دي نمره واحد، ده الاساس اللي بوظ المسابقه. نمره اثنين التحكيم. بنبص حضرتك مره بنلاقي مباراه بتتحكم فيها ثلاث حكام، مباراه ثانيه فيها خمسه، مباريات تانية فيها سبعة، مباريات حكام عرب، مباريات حكام أجانب، محدش بيعترف الكلام ده خالص. حاجة تالتة، المفروض أنت كراجل يعني سوري باللفظ بنفهم كلنا في الكورة، ما بنقولش حاجة، بس مش معقول ألعب ثلاث ماتشات 10 أيام وأقعد 40 يوم ما ألعبش. ما ينفعش. أنهي مدرب وأنهي الجهة بس في الرياضة اللي يعمل يعني ده تأهيل لعبته في اسبوع في 10 ايام ثلاث مرات ويقعد 40 يوم ما يلعبش؟ ما ينفعش طبعا. دي تبقى رياضه؟ دي مش رياضه. فانا قصدي حضرتك المفروض السنه دي لو انا من هنا بوريده ومن اتحاد الكوره كله الغي المسابقه كامل وابتدي من دلوقتي للي جاي يبقى صح. مش انا هبوظ المسابقه السنه دي وابوظها السنه الجايه عشان عايز اعدل الامور. فين اللعيبه اللي انت هتستغنى عنها في الفتره دي؟ فين اللعيبه اللي انت هتجيبها؟ فين المدربين اللي هتمشيهم؟ فين اللعيبه الافارقه اللي هتدفع لها فلوس وانت مش عايزها لو استمر البطوله اللي بعد بطوله الامم الافريقيه؟ حاجات كتيره جدا 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 للاسف المفروض الناس كلها اللي في اتحاد الكره والانديه. احنا طبعا تسع انديه من ضمنهم الاسماعيلي المصري والاتحاد السكندري، دول من الانديه الشعبيه، بالاضافه الانبي وبتروجيت، بالاضافه للمعاونين العرب، بالاضافه لسموحه، بالاضافه للنجوم ونادي الداخليه، مقدمين مذكره لاتحاد الكوره. مذكره رسميه ارسلت لكل من كل هذه الانديه وبتوقعات رسميه؟ لا، بتوقعات رؤساء الانديه. رؤساء الانديه. طب يا سياده اللواء استاذن حضرتك، لانه الحقيقه حضرتك قلت نقطتين مهمين جدا، القيد والتحكيم. وده في بيان الاهلي. طبعا لا، انا اقصد بقى لما قلت لك نرد الشيء للجمعيه العموميه. بالظبط. كيف وافقوا على قيد مفتوح في البدايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان وافقوا على فكره الاستبدالات المفتوحه وكذا. ادي اقول لحضرتك على حاجه بس. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اللي كان اللي هو الاجتماع اللي تم في اتحاد الكوره كان للاسف الاجتماع ده ما تمش، حصل نقاش حاد بين شوبير ومرتضى منصور وانتهى الاجتماع. لا خدنا قرارات بحاجه ولا حاجه، وال 16 نادي موجودين. الكلام ده حصل. حصل النقاش بين شوبير ومرتضى منصور وكل الناس قاعده تهدي بينهم ونزلنا وكل الانديه مشي. فوجئنا قرارات طالعه. طب وده ينفع؟ طيب الاتجاه حتى في التحكيم اللي انا بتكلم اللي بقول لحضرتك عليه ايه؟ ان ال 16 نادي مضارين او ال 18 نادي مدارين من الاسلوب الغير منتظم في اداره المسابقه. كلكم بتتفقوا يا سياده اللواء على اداره المسابقه افتقدت لمبدا اللعب النظيف، عدم تكافؤ الفرص، مشاكل تحكيميه، مواجبات او ملائمات معينه، مؤامات معينه في تنفيذ جدول الدوري لانديه وانديه اخرى. ده اللي تقصده يا سياده اللواء صح؟ تمام كده. وبعدين في موسم يقعد سنه كامله، فين فترة الراحة للعيبة؟ الراحة الإيجابية فين؟ والراحة السلبية فين؟ في حاجات كتيرة جدا. فترة القيد كمان الجديدة. وهنبوظ الموسم اللي جاي. بالظبط. طب المذكرة اللي قدمتوها النهاردة، إيه رد الفعل من اتحاد الكورة أو إيه اللي اتقال لكم حضرتك بعد تقديم هذه المذكرة؟ القصة إن إحنا لازم ناخد موافقة المسابقات بالرابطة والقبول. وبعدين تقديمها التظلمات برضه بالرابطة والقبول، وبعدين توديها المحكمة الرياضية في اللجنة الأولمبية وبعدين تبعتها بره. نفس المسلك القانوني. يعني زي ما تقول حضرتك ايه، يعني لازم
اتحاد الكوره يهدى كده مع نفسه شويه ويبسط الامور ومحدش بياخد حاجه معاه. احنا بنقول ايه؟ راعوا يا جماعه مستقبل الرياضه في مصر، الرياضه دي القطاره اللي بتشد البلد كلها. طب لما القطاره دي مش مظبوطه خاصه الرياضه، يبقى انت ايه اللي هيجرى؟ فلو سمحتوا اقعدوا مع بعض، اتحاد الكوره يقعد مع بعض كده ويجيب رؤساء الانديه بهدوء برضه، والناس كلها تقعد وتتفق بما فيه الصالح للرياضه. طب انما اللي بيتم ده ما ينفعش. طيب سياده اللواء، سؤال اخير، اذا ما رفض اتحاد كره القدم هذه المذكره المقدمه من 9 انديه زي ما ذكرت حضرتك، لكن وافق على انتظام مواعيد القيد في الموسم القادم، انتظام المباريات في الموسم القادم وتحديد بدايه الموسم ونهايه الموسم، نهايه الموسم الحالي قبل كاس الامم الافريقيه، وبالتالي ده هيكون للصالح العام للكره المصريه السنه القادمه، هل ده بالنسبه لك هيكون مرضي، ولا انت بالنسبه لك حضرتك شايف الافضل لالغاء المسابقه بشكل نهائي؟ الافضل الافضل الغاء المسابقه وتتحط قواعد ولوائح مظبوطه يمشي عليها الانديه من اول اكبر نادي الازهر ليه. طب والانديه اللي هتصعد السنه الجايه؟ هم قبل كده كان في قبل كده اتعمل مجموعتين، ما فيش اشكال خالص. ايه الاشكال؟ الدوري الانجليزي 20 فرقه، ايه الاشكال؟ احنا هنبقى 21، هيبقى رقم فردي. ايوه انا قصدي ايه؟ هيبقى اسبوع باي. قبل كده وقبل كده اتعملت مجموعتين. طب سؤال يا سيدي، هقول لحضرتك حاجه برضه. اتفضل. الانديه اللي تحت اللي هو الدرجه الثانيه والثالثه في اشكالات، فالاشكالات دي كلها لازم تتحل كلها مع بعضيها. يعني الانديه اللي تحت عندها اشكالات، والانديه في الدوري الممتاز عندها اشكالات، ما تقعدوا يا ناس المفروض ان انتوا خبراء في الرياضه، اقعدوا مع الناس رؤساء الانديه واعرفوا القصص ايه وحلوها صح. انما كل الناس كلها متخانقه مع بعض عشان ايه؟ دي احنا رياضه والمفروض دي رياضه اخلاق. عشان ما نحتكمش للنصوص اللوائح والقوانين وتبقى الامور قاعده بالظبط عليها ثابته، ما فيش لائحه ماشيه عليها ثابته. وده اللي قاله النادي الاهلي في بيانه، ما فيش احتكام له. احنا طبعا مؤيدين بيان النادي الاهلي طبعا. ليه يا سياده اللواء المذكره او المعروض ده من 9 بس؟ ليه مش من الاغلب الاعم من الانديه حتى اللي خدت راحات؟ انا بص حضرتك، الانديه الباقيه كلها موافقه، بس طبعا ما فيش وقت. عندك الحرس الحدود موافق، عندك كانت الانتاج الحربي موافق، عندك طلع الجيش ايد البيان بتاع النادي الاهلي، هيبقى فاضل عندك وادي دجله والجونه. الجونه نفسه ارسل خطاب يعني يا سياده اللواء بنفس المعنى ده على فكره من حوالي اسبوع يا استاذ يعني عصام. بما معناه انه غير التسع خطابات في الباقي وافق لكنه لم يرسل بس بورق رسمي يعني بشكل رسمي بالظبط كده. الكل متفق على هذه المعاني بالنسبه لبيان النادي الاهلي، لكن بالتاكيد نادي الداخليه والنجوم وبتروجيت ليهم اتجاه في مسألة إلغاء الهبوط لتكافؤ الفرص في أمور أخرى بقى، اللي هو فتح القيد دون موافقة كل الأندية، عدم انتظام المسابقة، ضغط الأندية في مباريات ومباريات أخرى. لا يعني في قصص هنا مختلفة ما بين كل نادي ونادي حسب الظروف اللي تعرض لها على مدار الموسم يا سيادة اللواء. تمام كده. تمام. طيب سيادة اللواء أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأنتبه مع حضرتك خلال الساعات القادمة إيه اللي هيظهر في اتحاد كرة القدم بخصوص المسابقة اللي مش عارفين نهايتها إمتى ولا شكلها هيمشي إزاي. كل التوفيق لحضرتك وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الطيبه. استاذ عصام يعني هو ده اللي قلته لحضرتك، نفس المعاني ونفس الكلام بناكد عليه. القيد حينما يعني بدات النيران تقرب من جلبابك بدات انت تشعر بايه؟ بخطوره الحريق. التحكيم وده بس يعني ست اللواء طبعا يعني ما هوش المسؤول، لكن كان نفسي يبقى في وجوده نطرح السؤال. يا راجل حتى الناس بتدفع الفلوس وما بيطلبوش ان الحكام اللي يجوا معلومين يا استاذ محمد، يعني من الاسماء الرنانه يا استاذ محمد، يعني اول ما تسمع اسمه تقول ده انا سمعته في النشره قبل كده، فاكر قلنا الموضوع ده كذا مره مش كده برضه؟ لكن يجاب لك كولومبو بوندو مين يا عم؟ مين يا عم؟ اهلا وسهلا طبعا حكم دولي في بلادك على الرحب والسعه، تيجي زائر تيجي سائح، لكن تيجي تحكم في الدوري بينما دوريات اخرى اقل منا جمالا تلاقي فيها شاكيري ومش عارف مين ومين وبرزانوف وايه يا عم؟ ده في اتجاه، لا لا بما انك ذكرت موضوع الحكام ويمكن الكلام ده لاول مره يتقال، في اتجاه لدى المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي خلال الساعات القادمه الاستعانه بطاقم تحكيم اوروبي لقياده اياب نهائي دوري ابطال افريقيا بين الترجي والوداد. طبيعي جدا بعد الازمات التحكيميه اللي حصلت، الحكم الاثيوبي والحكم الجنبي بكاري جسالة وبعد ايقاف جهاد جريشة. الإخوة يعني مش التوانسة تونس الشعب أو المغاربة المغرب الشعب، المسؤولين في الاتحاد الأفريقي المسؤولين، بس من حظنا كعرب إن هو جنسيته من دولة شقيقة والآخر أيضا. لما كانت الأندية التونسية تحب تعجن الأندية المصرية
المغاربي يا فندي يروح عامل كده. لما كانت الانديه المغربيه تحب تطحن نادي مصري الاخ تونسي فندي يعمل كده بالزبط. لما هم بقى اللي ايه اللي دبوا في بعض، لانه كمان انت واقف مواقف الحقيقه اقل ما توصف بها انها مخزيه. كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام وعضو اتحاد كره القدم حكموا الاول جهاد جريشه، ها بغض النظر عن حجم الخطا لانه خطا صافره لا تحقيق ولا رشوه ولا ده ولا ده ولا ده بالزبط. وبالتالي يرضخ يرضخ وهو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي نائب رئيس تقريبا في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، انا بقول لك اهو يرضخ لايقافه 6 شهور. عارف من ضمنها ايه؟ من ضمنها ايه؟ شهر القيد القائمه الدوليه، يعني يبقى بره سنة. مقابل وش كده وعلى مسؤوليتي ساكوزي وهذا الجسامه اللي انا قلت لك مره هنا انه يكره هذا الوطن وفي القلب منه النادي الاهلي. وبالتالي انت بترفع جهاد جريشه، اتفق واختلف مع اداؤه الفني، ها وعلشان تمرر مين؟ لا عشان تمرر مين كمان؟ ده هيقعد في بيتهم لانه شهر القيد اللي يخليه يحكم حتى بعد ما يعود من الايقاف هيكون عدى شهر اكتوبر بالظبط ايقافه. واعتقد انه لو تم هتبقى وصمه في جبين الكابتن عصام عبد الفتاح. يا اخي طب استقيل يا اخي حتى تلقي الضوء على القضيه كاملا، مش هيحصل حاجه. انت عارف جهاد جريشه قبل ما اجي التقيك عامل ايه النهارده؟ بعت محاميه خاص عشان يتاكد ان في التماس اتبعت. الكابتن عصام عبد الفتاح بعت التماس بيتاكد ان في التماس اتبعت لانه لا يثق حكم مصري الاول واحد اختاروه في الفيفا والكاف انه من الفصيل الالف فئه ممتازه جدا جدا كمان، ها يبقى بنشحت عليه التماس؟ لا ده انا اقول مش لاعبين خطا صفاره. ده في نقطه كمان غريبه، ده الالتماس لما طلع يا استاذ عصام من مش هقول من اتحاد الكوره، ده الالتماس خارج من لجنه الحكام مش من اتحاد كره القدم. يعني الخبر اللي نزل على موقع رسمي لاتحاد الكوره التمست لجنه الحكام مش التمس اتحاد كره القدم. انا ولا فارق معاه ولو ان ده مهم جدا، انا المعنى ده مهم، لكن انا التصنيف الاداري ده يا اخي حتى انحاز وانت حكم لحكم، يعني بالبلدي كده طبعا. انتوا ازاي يا كباتن ساكتين؟ دي سباقه خطيره لاول مره تحصل. بص اي ازمه عايز تحلها في حاجه كده عالميه، ها قاتل الله السياسه اسمها ايه؟ تأزيم الازمه حتى يتم حلها. وبالتالي ماذا لو استقال عصام عبد الفتاح وعنوان استقالته ماذا الذي يحدث في الغرف المغلقه؟ الساكوزي ده كان موقوف يا راجل ورجع حكم عادي جدا، ده حطوه فار في ماتش الترجي والوداد واصلا يا عم ده كان موقوف من كام شهر، موقوف في فضيحه برضه ماتش الترجي و لكن يا سيدي أنجولا. لكن يا سيدي الفاضل ناس بلده في الاتحاد الافريقي ما بيروحوش لجان، بيروحوا مناصب كبيره وبالتالي بيقدروا صحيح يعني بما لا يمكن ان يكون حقيقي ها او نظيف زي ما بيقولوا، لكنهم بقوا بيتحكموا. اهو يا استاذ محمد اين انت مما يحدث لحكمك الاول؟ وانا اعني ما اقول سواء في الكاف او في الفيفا. الواقعه دي مش غريبه بالنسبه لي يا استاذ عصام، عارف ليه؟ لان السنه اللي فاتت النادي الاهلي اتمنع من جمهوره في مباراه سيمي فاينال افريقيا بقرار من لجنه الانضباط، وفي عضو في اتحاد الكره المصري في لجنه الانضباط بعد مباراه الاهلي وحرية كوناكري. أيوة. الاهلي اتمنع جمهوره في مباراه وفاق السيف بقرار فردي لرئيس لجنه الانضباط، وفي عضو في اتحاد الكره المصري عضو في لجنه الانضباط. شوف قد تكون احيانا للكباره علامات، بس انا ما بتكلمش على لما يبقى لينا عضو يعني في لجنه، لكن انا بتكلم على مثلا على عنوان زي النادي الاهلي. النادي الاهلي كان يمكنه ايقاف النهائي واحنا في الطريق الى رادس، يعني لما تعور ابننا هشام محمد. لكن احيانا للكباره عنوان، يعني ما بتقدرش انت مصر في الاخر، والنادي الاهلي الزمالك اي فريق بيشارك محسوب انه من دوله المقر، من الدوله الام، من الشقيقه الكبرى. لكن لما يبقى الموقف كده يبقى زي ما انت قلت الافراد بقى لازم ينتبهوا انه كل حاجه تبقى صح، يا اما ما يقعدوش على الترابيزات دي. حتى يا اخي اربأ بنفسك كمصري ان تجلس على مكان تفضل تحاك فيه المؤامرات لغايه ما تولع فينا، تخيل. يعني انت في مشاهد كده ما انتش واخد بالك منها وسايبها تمر، الرجاله بتدب في بعضيها لتثبيت اوضاع هم اللي بيستفيدوا منها حضرتك، لكن فجاه يروح خابط لك خبطه في موطنك يا عزيزي، فتكون النتيجه ان تصمت وتصمت وتصمت. لا، الخريطه دي محتاجه حراك، الخريطه دي محتاجه تطوير. صحيح يعني بعض الأندية مش بس ظلمت، قد تكون ذبحت أيضا لغياب اللوائح، لكن يعني ما يزعلوش مني، هم أصلا من أعطوا سكينا لمن يقطع رقابهم. طيب. ليه بقى؟ لأنه عندما تصمت وأنت الجمعية العمومية صاحب كل الحقوق الحصرية، أنت النهاردة
بتتسول حقك. طيب وانا بكمل الجزئيه المتعلقه ب واحنا طبعا امور النادي الاهلي واللي بيحصل في الكره المصريه دايما بياخدنا المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي وماتش الترجل وداد، لان في تشابه شويه في بعض القرارات. لكن في ظل كل هذه الاحداث والعصام واحنا بنتكلم على بيان النادي الاهلي والمذكره التوضيحيه اللي ارسلها النادي الاهلي والشكوى لجنه التظلمات، وانا بقول وباكد ان الاهلي زي ما يكون القى حجر في المياه الراقده والكل اتحرك بعد ساعات من بيان الاهلي بالامس والمذكره اللي ارسلها الاتحاد الكره. لكن يجي لك في نفس الوقت ناس تقول لك ايه، طب هو الاهلي هيكمل الدوري ولا لا؟ ما احنا مش فاهمين الاهلي عايز ايه، هو بيان الاهلي يقصد ايه؟ السؤال ده الرد عليه ازاي يعني بعد كل ده؟ الناس تقول لك ايه، هو الاهلي هيكمل الدوري ولا لا؟ لا، ما فهمت ان الاهلي بيحتفظ بكامل حقوق المؤسسه، وبالتالي هو ضد اي اثاره للشارع المصري والراي العام المصري، اللي هو المفروض برضه ما حدش يقول لك اصل ده بيأثر على البطوله وكذا. ما البطوله وما الاوضاع داخليه، ما الامم افريقيا انك على طول تخد الناس البطوله عندنا؟ يا البطوله عندنا، يا عم البطوله عندنا، ده ماله بترتيب مواقف داخليه؟ ومن ثم دايما حد عاوز ايه يحط لك، عارف العجله وهي ماشي عايز يحط فيها ايه، حته خشبه تعطلها. وقال يعني هو الاهلي كده بيأثر على البطوله. ايوه ليس حريصا. هي نفس القصه برضو اللي لما تحصل بعض ما يسمى به شبه فساد، فيتم طلب احمد او القبض عليه او ضبطه واحضاره او سميها زي ما تسميها، فيقول لك البطوله بطوله اللي في خطر يا عم، حتى لو طلبت جهات اوراق وكذا، ما حدش واخد باله ان الكاف ده في مصر هو مؤسسه يصعب التعامل معاها في الاطر دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي في النهايه حتى ان حدث من جهات دوليه طلب تفتيش او اخذ عينات او اوراق، هي عماره وقف قدامها البوكس بالبلدي، انت مالك فرحك انت في الشارع الثاني بلطر، واخد بالك؟ اتوقف بالظبط بلطر والدنيا ماشيه، وكاس العالم اتلعب بلاتيني اتاخد وكاس كانت الحكايه بس ايه، هيروح الماتش ولا لا بس. انما هنا لازم يعمل لك نيران كثيفه علشان يهددك من حاجه، ايه هي؟ ولا حاجه، مفيش حاجه. مصر ملفها شغال يا اخي، بيحدث ده في الوقت اللي كم الشكر لدوله رئيس الوزراء وللجنه المنظمه وللسيد الرئيس، وللسيد الرئيس طبعا من انفنتينو شخصيا رئيس الاتحاد الدولي، وقليلا ما تحدث حدثت قبل ذلك المره الثانيه التي تتحدث فيها قيادات كره القدم عن رئيس دوله. انا معجب جدا رئيس جدا جدا بفكر وتخطيط انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، عارف قيمه مصر، عارف القيادة السياسية في مصر بتعمل ايه بالنسبة للقارة الافريقية خلال الفترة القادمة. أيوة بالمعنى الدقيق، انقذت بطولة بالزبط. هو يرى انها ثاني اهم بطولاته زرفعت كاس العالم، يعني ايه بعد امم اوروبا بالزبط. لاحظ بقى ان كوبا امريكا بعدنا، تخيل في الترتيب بميسي ورونالدينو وعلي محسن واي حد يعجبني. انا بقول لك اهو يعني احنا بنحاول نخلي الناس بس تنسى يعني الازمات دي، لكن انت في النهاية رجل يعي قدر وطن زي ده، وطن يمكنه أن يصدر هذه السلع مش بس كصناعة بهجة ولكن بكل تفاصيلها، خبراءها هم من أقاموا الكرة في هذه القارة وفي مربعنا العربي طبعا وأمادة الشرق الأوسط جمعاء، خبراءها هم اللي وضعوا اللوائح. مصر كانت إلى ستينات القرن الماضي من الدول، مش فاكر كام دولة عشان محدش بس يسيب كل حاجة ويمسك دي، اللي بتقول حاجات في تعديلات القوانين. خلي بالك مصر اللي منها شخصيات أدارت على مدار التاريخ أماكن طيب. كبرى في الاتحاد الدولي والاتحاد القاري. طيب أخذ تليفون مهم بنستكمل الحديث بيه عن اللي بيحصل في الدوري المصري، وكان معنا من لحظات تليفون سيادة اللواء عثمان دوسي، وله في هذه اللحظات أيضا معايا تليفون نادي النجوم الأستاذ محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ومتابع الحوار، وكان ليه يعني طلب ان هو يعمل مداخله معانا عشان يتناقش في هذه القضيه المتعلقه بالكره المصريه وما يحدث في الدوري هذا العام، مبدا تكافؤ الفرص والفير بلاي، امور كثيره جدا. استاذ محمد الطويله مساء الخير على حضرتك، منورنا ومشرفنا وكل سنه وحضرتك طيب. استاذ محمد مساء الخير عليك. مساء الخير. مساء الخير على الاستاذ جميل الاستاذ عصام شلتوت، وانا مستمتع فعلا بالحديث بينكم. الله يخليك. سنة حضرتك يعني طيب. بالمداخله. وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. الله يخليك. عايز بالظبط اتفضل. انا هاخد من كلامك الحته اللي انت قلتها لان ده مدخل مهم جدا، وهو ان الاهلي القى بحجر فحرك المياه الراكده، وهي ديت منطق الاشياء. تمام. لما الكبير اللي هو نادي الاهلي والكبير نادي الزمالك بيكون لهم مواقف معينه الدنيا بتتحرك.
والدنيا بتنظر للمواضيع بنظرة مختلفة. احنا 18 نادي، 9 أندية من شهر كامل قدمنا مذكرة لاتحاد الكورة وتظلم لاتحاد الكورة بكل ما جاء في مذكرة النادي الأهلي بل يزيد. تاني، قدمنا مذكرة بنقول فيها على كل العوار وكل ما يبطل هذه المسابقة من أكثر من شهر، وكل اللي جه في مذكرة النادي الأهلي احنا ذكرناه في مذكرتنا، ولكن يبدو أن الأهلي ما بيرمي فهو حجر قوي جدا، أما احنا فلا اهتمام من اتحاد الكرة بباقي الأندية، ودي عيب كبير جدا جدا. أستاذ عصام مش هيوافق عليه، وأي إنسان رياضي حر في مصر مش هيوافق على الكلام ده. ما ده اللي قلته أنا آسف يعني للمداخلة، ده اللي قلته لزميلي وصديقي العزيز الأستاذ محمد، قلت له الجمعية العمومية هي من تفرط، يعني لدرجة أنا مش عارف حضرتك بتقول على نادي النجوم ولا بتقول قدمنا على باقي الأندية. أين الجمعية، أين الجمعية العمومية؟ 9 أندية، 9 أندية من أندية الدوري الممتاز لهذا العام. واللي أنا عايز أوصله طبعا الموضوع الجمعية العمومية أنت معاك حق فيه، بس أنا عايز حلقات كبيرة نتكلم فيه. قضية أكبر. إحنا بنتكلم دلوقتي يعني كيف يجرؤ أو كيف يقبل على نفسه اتحاد الكرة أن يتعامل بهذا المنظر لما الأهلي نفس الكلام ونفس اللي إحنا قدمناه من شهر لم يردوا على المذكرة. يا رجل بعت لهم مرة واثنين وثلاثة، اللي هم من فضلكم ردوا على المذكرة إحنا بعتناها، لم يردوا. لما الأهلي ألقى بالحجر، وأعجبني جدا التعبير محمد سعيد، لما ألقى بالحجر تحركت المياره كده، وطبعا الأهلي قيمة كبيرة وإحنا بنحترمه كلنا هو والزمالك، ولكن ده بيعني إيه؟ بيعني إن المنظومة قايمة على الصوت المزلزل مش قايمة على صالح الأندية. صالح هي النهاردة بتدير مسابقة للأهلي والزمالك فقط، هو النهاردة بسرعة الناس اللي في باريس واللي في كل حتة يجوا بسرعة ويعقدوا اجتماع، ناس واصلة من باريس الساعة 1 أو 2 صباحا ويعقدوا اجتماع تاني يوم وكل الأعضاء يحضروا، ورئيس نادي الزمالك يروح بنفس اتحاد الكرة، التحرك ده كلته تحريك ميارة كده. طب والتسعة أندية اللي اتكلموا قبل كده، مجرد انك ترد على المذكرة يا رجل لم يحدث اي عدالة تتكلم. هذا الاتحاد وهذا النظام وهذا العبث اللي حصل النهاردة، اقسم بالله العظيم واتحدى لو واحد يجيب لي حالة مثل موجودة في اي دولة في العالم او في دوري للمدارس. تمام. لم يحدث ابدا. استاذ محمد بس اتفضل كمل. اتفضل يا استاذ محمد. انا كنت بس عايز اعقد يعني فكره في وجهه النظر. النادي الاهلي لما زي ما حضرتك بتقول ان المعنى ده كان ليه مفهوم كبير، القى حجر في المياه الراقده، هو كان صوت الحق في اعلان عدد من الموضوعات واعلان موقف في عدد من المواقف التي مرت على النادي الاهلي على مدار الموسم، سواء لصالح النادي الاهلي او لصالح الانديه المصريه. لصالح النادي الأهلي في نقاط محددة الأهلي كتبها في المذكرة وأرسلها كشكوى لجنة التظلمات، وفي نقاط أخرى لصالح الجميع، بمعنى مبدأ تكافؤ الفرص وقواعد اللعب المالي النظيف أو قواعد اللعب النظيف هي لصالح ال 18 نادي أو التسع أندية مع النادي الأهلي، وذكرها الأهلي في بيانه الأولاني بالظبط، وذكرها امبارح بالظبط. لكن انا عشان الناس ما تفهمش يا محمد، اتفضل، انا عشان الناس ما تفهمش غلط ان انا بقول النادي الاهلي، طبعا لا، النادي الاهلي نادي كبير جدا وحرك المياره كده، ده تعبير عجبني جدا لان دي الحقيقه، ده حقيقي. مش معنى كده النادي الاهلي بيعمل حسابه، بالعكس الاهلي من اول يوم قال ان هذا الدوري فيه ظلم مبين على كثير من الانديه ومعظم الانديه اديرت، وان المنظومه بتقوم بافعال لا يمكن تقبلها. فالاهلي الوحيد اللي هو لم يتحدث عن نفسه هو النادي الاهلي. يعني يمكن احنا لما كده اتكلمنا على المشكله بتاعه الانديه اللي هي الثمانيه، ما اتكلمناش كتير على الحته بتاعه الاول والثاني والمنافسه على البطوله، ولكن الاهلي للامانه هو النادي الوحيد اللي طلع واعلنها بالصوت العالي ان كل الانديه اديرت، وان ده هو ظلم بين يجب ان هو يعني يعاد النظر فيه. ده نقطه اشكرك انك انت وضحتها لي عشان ما تفهمش كلامي بالظبط كده. بالظبط كده. طيب ما هو مقرر خلال الساعات القادمه او ايه اللي في ايديكم تعملوه؟ يعني سياده اللواء عثمان دسوقي قال اذا ما ردش اتحاد الكره سنتجه بلجنه التظلمات، مركز التسويه والتحكيم، الاطر القانونيه واللي برضو ذكرها بيان النادي الاهلي. بالظبط. بص احنا المفروض ان اتحاد الكره وقع في خطا برضو للاسف الشديد،
انا مستغرب جدا، وده برضو من موضوع ان هو جمد المسائل، حط المواضيع في الفريزر، الوقت نكسب الوقت زي ما قصتك بتتكلم دلوقتي بيراهن على الوقت بالظبط. هو ما ردش علينا لمده شهر، قانونا من حقنا خلاص ان احنا نتجه للاطر الثانيه، طالما انت ما ردتش عليا وطلبتك مره واثنين وثلاثه وقلت لك رد عليا ما ردتش، انا هوصل بعد كده للجهات الثانيه اللي هي المركز التسويه الرياضيه، وبعدين هنطلع على الفيفا. وهقول لك على حاجه، مش هنسيب القضيه دي مش عشان خاطر ان احنا نبقى في الدوري او عشان حاجه من دي، لان في ناس هيقول لك يا عم ما هو ده عشان هبط وبتاع، ده كلام صغير جدا. احنا بنتكلم على منظومه احنا ذاتي بنوصم بالعار في الرياضه المصريه، بنوصم ان احنا الرياضه المصريه عندنا هرجله، الرياضه المصريه عندنا بتكيل ب 50 مكيال، والدليل النهارده اهو الاهلي خلى كله يجري ويقعد على الترابيزه. وهقول لك على حاجه، في حاجه ثانيه هم بيحاولوا بيلعبوا بيها، يعني بيتكلموا فيها كتير جدا، كل ما اتكلم حد يقول لك لا سيبك من الكلام ده كله، احنا الجهه السياديه بتتدخل. لا انا اشك في هذا الكلام، واذا كان هناك احنا مستعدين نقبل كلام اي جهه تتكلم معانا بمنتهى الوضوح، لكن انه يهددنا ليل ونهار بالجهه السياديه، انا مش شايف ان في ابدا حد بينصره. لا يا لا 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 لا, لا ما في عمل مؤسسي، في عمل مؤسسي وكل مؤسسه بتدير، وانت راجل اصلا طول الوقت انت رجل اقتصاد ورجل اعمال، لا عمر حد هددك ولا حد نال منك. لا 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 الحقيقه، وانا بنقى استاذ عصام ايوه فندم، بنقى عن الجهات المصريه والمسؤوليه عن ان حد يتكلم باسمها، يعني دي احنا عتاد. بص يا استاذ عصام، انت عهدت كل ما يحدث باتحاد الكوره، هددونا بالفزاعه بتاعت الفيفا، وهددونا بالمش عارف ايه، هي دي الطريقه. قلنا النهارده الفزاعه الفيفا قدمت شويه، النهارده طب في تهديد تاني بشكل اخر. لا اوعى تتكلم دلوقتي، احنا مقدمين على امم افريقيه مصر. لا دي لسه قايلنا بالظبط. بس هقول لك على حاجه يا عصام، معلش اسمح لي يا بيه. انا اللي انا شايفه هو اساسا اتحاد الكره بره اللعبه دي خالص. هو النجاح اللي احنا بنحققه للبطوله الافريقيه من الان ومن شهر ومن ان ساعه ما خدناها ينسب للحكومه بتاعتنا طبعا، ينسب للحكومه وليس لاي طرف اخر. وبعدين التنظيم لتنظيم الاتحاد الافريقي، انت كاتحاد كوره دورك بسيط جدا في المساله، فمش كل ما حد يكلمك يقول لك لا ده مش وقته، احنا عندنا البطوله. يا اخي خليك سيب البطوله للدوله بتنظمها، واقعد انت اقفل بابك عليك ونظم البطوله الدوري، حل مشاكلك بابك عليك ونظم المسابقات صح. طب انا ليا سؤال عند حضرتك. اتفضل يا سامر. هو ليه التسع انديه بدلا ما يعني يتقدموا بمذكرات اعتراضيه، ولو ان ده طبعا حق مشروع، ليه ما بيقدموش طلب واضح ان الدوري المصري يبقى نسخه من دوريات العالم، تتعمل رابطه؟ يا استاذ عصام، الاستاذ عثمان كان لسه بيكلمك، بيقول لك احنا في اجتماعنا، في اجتماع انتهى بخناقه، ولما الاجتماع انتهى بخناقه فوجئنا بعد كده بقرارات بتنسب رغم ان احنا ما كملناش الاجتماع. ماشي. المهندس هادي ابو ريدة يعني كان عنده اجتماع مع في مجلس الوزراء او حاجه زي كده حسب ما قال، وساب الاجتماع وقال للكابتن شبيه كمل الاجتماع، فكنا بنكمل الدردشه عاديه جدا، وكان معظم الاجتماع لتهدئه المستشار مرتضى منصور، وبعد كده هو انتهى الاجتماع بدون اي قرارات. خرجنا بعد كده لقينا ان في قرارات بتنسب للاجتماع، فانت بتقول لي ان احنا نعمل اجتماع مع اتحاد الكره، انا اتحدى النهارده اتحاد الكره اللي عمل اجتماع فيه اقل من 12 ساعه ان هو يدعو مجلس لجميع الانديه تقعد وتقول رايها. ليه ما بيعملش كده يا استاذ؟ واحنا هي الانديه دي مش انديه مصريه لها حقوق على هذا الاتحاد؟ طبعا. ليه النهارده هو في الازمه الكبيره دي مصمم ان شخصين او ثلاثه بالكثير قوي داخل الاتحاد هم اللي بيديروا الكوره وهم اللي بيحلوا المشاكل؟ انا عارف ان ده هيسبب لي مشاكل كتير. مفيش دور للجان كمان يا استاذ محمد، ما ده اللي احنا بناكد عليه، دول ثلاثه بيديروا الاتحاد، مفيش دور للجان. ما هو ده اللي رؤيه الانديه واصله له. طب الانديه عليها ان توقف ده، وبالتالي ده اللي انا بقوله لمحمد بيه، وده دورها، انه لازم الانديه تاخد قرار واضح وصريح انها عاوزه دوري زي كل العالم. الحلقه مفقوده يا استاذ عصام، الحلقه المفقوده، وهي الحلقه ما بين اتحاد الكره كجهه تنفيذيه لما ينبغي ان يكون نابع من الجمعيه العموميه. فالجمعيه العموميه في وادي، والانديه الدوري الممتاز في وادي،
والدرجة الثانية في وادي، كل واحد في وادي وكل واحد يفكر في مصالحه اللي هي تتعلق به هو، وده اللي اتحاد الكرة نجح ان هو يدير الكرة من خلاله. اتحدى النهاردة ال 15 نادي بتوع الدوري الممتاز غير الاهلي والزمالك وبيراميدز ان هم يعقدوا اجتماع مع اتحاد الكرة او يتوافق لهم على عقد اجتماع، مع ان المنطق يقول النهاردة لما كلنا وقعنا في هذه الدوامة وهذا البطلان وهذا العبث الزاير، اتحدى ان اتحاد الكرة يقول طب تعالى يا جماعة نقعد مع بعضنا ونفكر ونتحمل المسؤولية كلنا. سلطة التنظيم، سلطة تنظيم البطولة، مسؤولية الأندية، اللائحة بتسمح لك إنك تنشئ رابطة والرابطة هي اللي تدير الدوري. هي الرابطة. الأمر ليس برمته في إيد اتحاد الكرة، الأمر في إيد الأندية، وده اللي نادي الأهلي أكد عليه وده اللي سيب ونسيب أهو. يعني في أحيانا بتبقى حسابات مقصة برضه. خالد عصام يقول لك أين الرابطة وهو عارف كويس قوي كصحفي كبير لماذا أجهزت الرابطة مرة واثنين وثلاثة؟ حتى لو أنا عارف أنا مش جات، أنا تصدق بالله يعني في أيام مفترجة أهو بالبلدي كده الدارج، أنا لو رئيس نادي لخلي الكرة في مصر حاجة تانية خالص، لأن همتلك كل الحقوق إلا لو الحكاية فيها سيب ونسيب. والأدوات الخام أحيانا كل الأدوات معانا موجودة، بس لأن الموضوع سهل جدا، أنا أطالب هيئات بأنها تلعب دورها ولا شيء غير كده. أنتوا بتقعدوا تشكروا المتطوعون في الأرض، بينما الاصل انك ترفض اي متطوع مهما كان جدع وصاحبنا وكمان كواليفايد، بلاش صاحبنا وبس، لكن لازم ترفض. انا عايز راجل ما يبقاش صاحب خير على البلد دي، انا عايز واحد اختاره بعنايه، هو يصلح لهذا العمل، هو محترف، هو تحت الحساب جاهز، هو يمكنه ادراك من النجاحات الكثير. لازم ترفضوا ان ما يبقاش فيه لجان ناقصه في اتحاد الكوره، مفيش لجنه فنيه، مفيش كذا، مفيش ماذا، مفيش مدير مش ممكن يعني. الكابتن شوبير يا استاذ عصام لما جه عمل حاجه اسمها تفعيل اللجان، اصبح عندنا في لجنه شؤون لاعبين ونجحت فتره معينه جدا واصدرت قرارات عبقريه ومهمه جدا يتخذ بيها. لجنه التظلمات فعلها، لجنه المسابقات الى حد معين في الاول هاجموه بعد كده انت اللي بيحدد، بعد اسبوعين ثلاثه رجعت تاني لعادتها، رجعت ريما لعادتها القديمه. ما هو لان برضو العنوان مع احترامي للنوايا الطيبه، يعني ايه تفعيل اللجان؟ ما هو يا في لجان يا ما فيش لجان. ما كانش في لجان. طيب يبقى رفع اللجان بقى مش تفعيل اللجان. هو الراجل اجتهد ان هو جه طالب بتفعيل اللجان. طب تعرف حاجه يا استاذ سامي، اقول لك معلومه، تعرف اللجان من ضمن اسباب عدم انعقادها ايه؟ ان هم بيرفضوا يدوهم فلوس بدل الاجور بتاعتهم. على فكره البند ده كان النهارده هيتناقش في اجتماع اتحاد الكره اللي ما كملش. بيرفضوا ايه؟ بدل، يعني عضو اللجنه اللي يحضر بيبقى ليه بدل. رفضوا او يعني حسب كلام استاذ محمد الطويله ان فكره صرف البدل ده مش موجود، يعني الاتحاد مش عايز يصرف بدل ولا ما بتحضرش. اعضاء اللجان ما بيجوش عشان ما بياخدوش البدل يعني. طبعا انت الناس دي متخصصه، يعني لجنه التظلمات ده هي للقضاه وناس كبيره في المقام، ما تقعدش تشغله وتقول له بلاش. ما هو بقى لو في رابطه، الرابطه دي ليها ميزانيه، الميزانيه هي اللي هتصرف على كل ده. برافو عليك، هو ده حلها كده. وهو ده اللي مخلي النهارده احنا عندنا عوار كبير جدا في كره القدم وفي اداره مسابقات كره القدم، هو ده السبب. في نقطه اخيره عايز اقولها لك محمد سعيد، معلش اتفضل. لا معاك، مع حضرتك. النهارده مثلا في حاجه احنا بقالنا عشرات السنين معروف لما بنيجي نعمل مجموعات الدرجه الثانيه، المجموعات بيطلع ساعات بعض السنوات يطلع ان في مجموعه 12 ومجموعه 11، فبتكمل المجموعه ال 11 بمجموعه من اقرب جغرافيا ليها بالظبط. انت عارف النهارده في معركه دايره تحت مين الاقرب جغرافيا؟ قال لك لا لا لا، التورته بقى بتتوزع عشان الثلاثه اللي نزلوا في اطار نطاق جغرافي واحد. لا، هو بتتاخد اقرب جغرافيا، يعني مثلا السنه اللي فاتت خدوا نادي الاعلاميين لانه على اخر حدود الجيزه الملاصقه للصعيد، فهي لها قواعد معروفه طول عمرها. النهارده بقى طب نظام سيب ولا نسيب بقى؟ طب ايه رايكم اعمل لكم كده اهوت واخلي كده؟ طب انا ممكن اجيب لكم في حد فريق طالع بالدرجه الثالثه عشان مش عارف ايه؟ ايه الفوضى ديت؟ ايه الفوضى دي يا استاذ عصام؟ هي لها قواعد ماشيه طول عمرها، ليه النهارده بتطلعها بتعملها تورته عمال تقول لا ده يروح هنا وده؟ ما هو ده اللي مبوظ الدنيا.
استقيموا على رايك استقيموا يرحمكم يا جماعه. احنا في 2019 الكلام ده، احنا في 2019 يا جماعه. عايز اقول لك على معلومه، انا بختم معاك كلامي يا استاذ محمد. الاتحاد التونسي اعلن منذ قليل بدايه الموسم الجديد 24 اغسطس. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحة وسلامة. دي اتحادات قوية وشغالة. طب انا عايز اقول لك خبر تاني. النهاردة احنا اتقدمنا للاتحاد الافريقي وللاتحاد المصري بمذكرة حول ان هو كيف يتم استبعاد 6 حكام من الحكام المميزين عندنا المشهود لهم بالنزاهة والتحكيم والكلام اللي هو العدالة، ويخدم حكم موقوف مرتين السنة دي مظبوط، كارثتين. احدى الكوارث ديت كان في مع النادي الاهلي في ماتش الانتاج الحربي لما الراجل شال ازاره ووداه الناحيه الثانيه، وفي ماتش الطلائع 3 ضربات جزاء. تاخدوا الراجل ده وسايبين الحكام الثانيه، اين العداله؟ اذا كنت مش قادر تعمل عداله بين الحكام وبعضيها، ما هم الحكام راحوا للاتحاد الافريقي، واعتقد هيحصل تعديل او هيحصل اجراء خلال الساعات القادمه في هذا الملف يا استاذ محمد. هو ده السؤال يا استاذ، انت مش عارف تعمل عداله بين حكامك، هتقدر تعمل العداله بين الحكام والانديه؟ اشكركم جدا جدا استاذ محمد، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك على هذه المداخله. وبالتالي قدر الامكان استاذ عصام بنحاول نوصل للمشاهد المشاكل اساسها فين وحلها ازاي، لكن انا صعبان عليا الابتعاد على الاتحاد المصري للابتعاد عن فكره ان ما يحدث لصالح ايه او بي من الانديه. لا دي الكره المصريه، احنا نتحدث عن مستقبل، عن طموح، عن صناعه، عن اليات اذا احسن استخدامها. احنا في منجم، احنا لدينا نشاط اسمه كره القدم يستطيع ان يعود غياب السياحه، يستطيع طبعاً ان يكسر نفس خفافيش ظلام، ويعود الاقتصاد المصري الكثير والكثير من فرص عمل. انا مش باهزي، انا بقول لك كلام مهم وكلام محترم. وبالتالي لازم الناس تحط ايدها في ايد بعضها وتلاحظ ان احنا كل ما نطلبه فقط ورقة ممضي عليها ان احنا عايزين دوري زي كل العالم، لا اختراعات ولا زي ما انت قلت ولا ما ذكر السادة رؤساء الأندية اختراع جديد او ترشيح جديد. عايزين دوري زي اي دوري في الدنيا، يترجموا بس الورقة عربي بس، بنفس الحاجات نفس الوظائف يا استاذ محمد. الموضوع ده موضوع سهل قوي، زي ما بيترجم لائحه شؤون اللاعبين بالظبط كده. انا بسيط، مش بهزر، ده بجد. أيوة. نفس الوظائف، نفس الاختصاصات، نفس طرق البيع، نفس طرق الشراء. يعني يا جماعه، مع بدايه الموسم اللي هو اللي احنا فيه ده، يتقال انه بنحلم ازاي الدوري اللي تحت يبقى مجموعه واحده زي اللي فوق، فيقول لك معلش السنه دي احنا مش زي التانيين، موسم استثنائي. لا انا زعلت قوي، ومن حد يعني وافترض ان طول الوقت الواحد بيحترم فيه انه بيحاول يصالح يقول لك معلش. يعني ايه الدوري المصري في الدرجه الثانيه اللي هي بعد الاولى على طول يبقى 3 مجموعات والكلام ده يا جماعه ما يصحش، والله ما يصح. هتوديني الجزئيه يمكن لاول مره اقولها، لان في مكالمه عملتها من حوالي اكتر من اسبوعين ثلاثه وانا هقولها لاول مره. انا كلمت الكابتن مجدي عبد الغني يوم مباراه الزمالك ونهضه بركان كانت بتتلعب في المغرب، وقلت له يا كابتن مجدي في جوابات طلعت من الاتحاد الافريقي جت للاتحاد المصري بخصوص مواعيد القيد ومواعيد ارسال اسماء الانديه. الكلام ده كان يوم 19/5 بتيجي على طول. قلت له يا كابتن مجدي اتحاد الكره هيتعامل مع هذه الجوابات ازاي؟ قال لي زي كل سنه. اكيد، ما انا بقول لك هيقول لك زي كل بس سنه. بس السنه دي في وضع مختلف يا كابتن مجدي، السنه دي الاتحاد الافريقي حدد مواعيد مرتبطه انها لازم تنهي الدوري عندنا في مصر قبل 30/6. قال لي هنشوف وهنحلها. قلت له طب مواعيد القيد هتفتحها ازاي وانت الدوري ما خلصش؟ قال لي هنكلمهم وهنحلها. اجابات حتى لو انت بتتعامل بلغه صحافه وعايز تاخد معلومه عشان تنشرها ما خدتش معلومه. وفوجئت في نهايه المكالمه ان كابتن مجدي قال لي ان الجواب المتعلق بالقيد اللي هو من 1/10/7 ومن 20/21 والكلام ده لغايه 30/7، قال لي اصلا ما اعرفش عنه حاجه. ما يعرفش عنه قال لي ما اعرفش عنه حاجه خالص. طيب ما دي برضو حاجه كويسه ان انت لما تبقى ما تعرفش على الاقل افضل ما تعرف وما تعملش. يعني اقول لك ايه، بس انت بتقول لي كلام يعني مش بس يحمل كل انواع الغرابه، لكن كلام كمان له معاني يعني تزعل. عارف فعلا معاني تزعل على دور الاتحاد، مش دور الاتحاد، على انه انت مش في نفس الموضوع اللي حواليك. عارف يعني ايه؟ مش يعني متعايش مع الاجواء والظروف المحيطه بالاجنده الافريقيه. الكره مش نفسها. الافريقيه بس، الكره اللي عندنا دي غير، رغم ان احنا عندنا منجم مواهب يا جماعه. يعني الحقيقه
في ناس بتوضب الدوريات بما ليك زي ما انت قلت بنظم مؤسسية واقتصادية وكذا، على قد ما بتعمل السياق دي على قد ما الكرة عندها بتبقى مصدر سعادة ودخل. لكن احنا عندنا الأهم، نحن نملك ما لا يملكه الآخرون، 100 وحاجة مليون بني آدم من أجود أنواع الأفكار، ذكاء منقطع النظير للطفل المصري، ومن ثم يبنى عليه. وبالتالي يمكنك يا أخي، احنا يبصوا ده أول حاجة عيب قوي في الكورة في مصر، عدد المقيدين يا أستاذ محمد في كل الدرجات، أنا قلتها يعني مرات ومرات وآسف لكلمة أنا، لا يمثل تلت المقيدين في كرة اليد، الشريط ما علقش، مش في القدم في ألمانيا، تلت في اليد في ألمانيا، في كرة اليد في ألمانيا. تخيل، تخيل في بلد تعجب الممارسين للعبة والمقيدين، المقيدين في الاتحاد، الممارسين كسر في مصر، لكن فين الكشاف وفين وفين؟ فين دور إن اتحاد الكرة يضع توصيف لمدير الأعمال؟ فين؟ هو مدير الأعمال دي حاجة كده مباحة؟ واحد ماسك شنطة ولمم 500,000 توقيع، أنت سألت على الولاد دي، أنت سألت على حلم الأسر المصرية اللي بيتسرق من حموكشة وبالروس وده وده، ويدفع الأم 200 جنيه و300 جنيه، واللي عامل جمعية واللي نفسه ابنه يبقى لعيب كورة. هذه المهنة التي أصبحت فخر للأسرة وقد تغير من حالتها الاجتماعية وكذا، احنا فين من وضع هذا الخيال، ها الخيال العظيم الذي يمكن إدراكه لقاعدة أساسية في البلد دي؟ أنت تملك، وأنا بأكد لحضرتك ما لا يملكه الآخرون، أنت تملك المادة الخام، الباقي تصنيع، غيرك يعرف يصنع بس وبيستورد المادة الخام يا أستاذ محمد. تخيل الموضوع سهل قوي، لكن يحتاج إرادة زي إرادة الدولة المصرية بشعبها. وتاني أرجعك لعنوان مصر الجديدة اللي الآن بيمر عبر تحملك وتحملي بس نلاقي طريق، تحملك وتحملي بس نلاقي جديد، عندنا أمل مش عارف في إيه، عندنا أمل في صناعة، عندنا أمل في طرق، لكن أن تبقى بلا طموح ولا أمل كمان، لا يا أخي، لا يا أخي، صعب قوي يا أخي، صعب. واللي يتكلم يا يطلع ابيض يا يطلع احمر يا يطلع اصفر يا يطلع اخضر، مش صحيح، يجب ان تكون هناك قاعده. عشان كده انا دايما بحب اودي الانديه او الجمعيه العموميه على ان هم يبقوا النفس اللوامه يا اخي، لازم لابد ان يلوموا انفسهم، لابد ان تكون هناك روابط، ولابد ان يحكم الدوري الممتاز من هم على شكله بعضهم البعض فنيا واداريا وماليا. لكن انت بتجيب لي يعني يعني فئه كرويه ممن لا يملكوا لا ملائكة الأموال ولا الأعمال، وتحطهم في دوري لمجرد أنه سجل إيه؟ يا عم ده الصوت دلوقتي يقولك سجل 5 ويلعب كرة شاطئية ساعتين على شط المريوطية ومش عارف إيه، فتبقى صوت، تبقى صوت، بينما يحجب غيرك كذا 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 كذا. يعني التاريخ سيذكر رجال أثروا في الوطن ده، أتمنى أنه الناس دي تخلي بالها أنه فعلا صفحات التاريخ حاضرة لتسجيلات وإنجازات مهمة جدا 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 في وقت والله هذه الصناعة تعطي كل من يحب شيء كل ما يمكن أن يكون طموحه ومكاسبه كمان. وإذا أراد أن يكون من العاملين عليها أو يكون من أهل بيزنس كرة القدم، بيزنس شرعي، دولة ممكن تعمل قفزة دولة الكرة المصرية دي لوحدها، تخيل بقى، تمام. ولا أحد يراعي ده. طيب الساعة دلوقتي 9:30 كويس، مفيش جديد يعني، والاجتماع بدأ من الساعة 4 ثم لم يستكمل، وكان في المفروض مؤتمر صحفي، مش عارف هو كان في جلسة تجمع السيد الوزير بكابتن محمود الخطيب والمهندس هاني أبو ريدة، وأعتقد إن معاه اللي هو ثروت سويلم والدكتور مصطفى عزام. حضرتك كنت في الاتحاد؟ إيه، انا عبرت كده عابر سبيل برضو، لا تتخلى عن مهنتك قلم وورقة او تشتغل جوال، فعلمت يعني بلغة الصحافة ان هناك جلسة السيد الوزير زي ما قلت لحضرتك، كابتن محمود الخطيب والمهندس هاني ابو ريده واللواء ثروت سويلم ودكتور مصطفى عزام في مبنى التعليم المدني، قد يكونوا بيتفقدوا يعني رؤيه مستقبليه يعني تنقذ مش ما يمكن انقاذه، تنقذ الحقيقه وجه الكره المصريه، لانه لا زال هناك ثمه حلول يعني. والله يا استاذ عصام الحل سهل جدا، والنادي الاهلي كتبه في المذكره وكتبه في البيان واعلنوا للجميع. الزملاء في الاعداد ما فيش حد جاله اي جديد؟ لا لسه، من كل الاطراف لسه حتى هذه اللحظه ولم تنتهي يعني. طيب جلسه الوزير لو سمحوا يا استاذ حكيم، استاذ حاتم، الجلسه خلصت، انتهت، لكن لم يصدر أي شيء متعلق بهذه الجلسة، سواء تصريح أو بيان أو قرار. لا تصريحات ولا بيانات. طب ما يحاولوا لنا، ما يحاولوا لنا مع السيد الوزير أو مع المهندس هاني أبو ريدة أو مع الأستاذ أسامة إسماعيل،
المتحدث يعني الرسمي ومدير الاعلام هيحاولوا تبقى حاجه لطيفه يعني. نشوف الامر خلال الدقائق القادمه. صحيح. بس انا والله باكد لك يا استاذ عصام النادي الاهلي حط خارطه الطريق للجميع في البيان وفي المذكره اللي ارسلها لاتحاد الكره. الموضوع سهل جدا. عندك جواب من الاتحاد الافريقي بيقول لك يوم 3/6 اخرك 30/6 ابعت اسماء الانديه، وما فيش حاجه اسمها كرات بارقام وحروف في تصنيف، فما ينفعش تبعت ارقام والكلام ده، فلازم تخلص الدوري قبل 30/6 عشان تبعت الاسماء الاربع انديه. وبعت لك جواب في شهر ابريل قال لك مواعيد القيد من 1/10/7، من 20 من 11 ل 20، من 21 ل 31. صحيح. ادي الجوابين. ده بعد ده بما فيها الغرامات بقى بما فيها الغرامات وقال لك كمان من 21 ل 31 لو ايدت لاعب في التوقيت ده مش هيلعب الدور الاول. هيلعب معاك من دور ال 16. مش هيلعب الدور ال 32 او ال 64 حسب الاشتراكات بالزبط. يعني. لان بيراميدز هيلعب 7/8 الدور التمهيدي. سواء في دوري الابطال او الكونفدراليه. تمام؟ فبالتالي 7/8 واول سبتمبر الموعدين دول دور التمهيدي ودور ال 32 مش هتستفيد باللعيبه اللي هتتأيدها بعد 21/7. ايوه هتلعب معاك من دور ال 16. من دور ال 16 الموضوع واضح وصريح. لا تمهيدي ولا 32. بالظبط اللي هو اول اكتوبر. فبالتالي في اي جلسه وفي اي مناقشه لاي موضوع انت بتشوف قدامك ايه المواقف القانونيه لحل هذه القضيه، وبتشوف الموقف القانوني بيحللك القضيه ولا بيعقدها لك. جوابات الاتحاد الافريقي مش بتحللك القضيه، ده بتقول لك خد القرار وانت مغمض، ما فيهاش موائمات وما فيهاش مجاملات وما فيهاش صوت عالي. الاتحاد الافريقي بيقول لك ادي القرارات المتعلقه بالاجنده الافريقيه، خد قراراتك عشان تبدا تستعد لافريقيا. تونس عملت ده من حوالي 21 يوم، المغرب عملت ده، كل الاتحادات الافريقيه المعنيه بهذا الامر خدت القرارات دي. فبالتالي ما فيش غير حل واحد، انت خلال الساعات الجايه حدد موعد مباراة الأهلي والمقاولين، مباراة الأهلي والزمالك، مباراة الزمالك والإسماعيلي، مباراة الزمالك والجونة. أنا شايف حاجة بيقولوا الحل غدا، يعني على حسب ما في بيقولوا. في حاجة طلعت؟ يعني بيتقال إن المهندس أنا أبو ريدة سايب تصريح بالمعنى ده يعني. إن الحل غدا، أبو ريدة لغاية الدولة ممكن مستحيل. ممكن تكون تسريبات يعني لسه الموقع الرسمي ما كتبش. كشف هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ده من سوبر كورة. تمام. ان مجلس اداره اتحاد الكره رئيس مجلس اداره اتحاد الكره ان ما يتردد عن الغاء بطوله الدوري غير صحيح ومن المستحيل ذلك، وتابع ابو ريده سيتم الوصول لافضل حل غدا حول ازمه الدوري وموعد انتهائه وارضاء جميع الاطراف. كان الاهلي طبعا قد تمسك خلال الجلسه ممثلا في محمود الخطيب بدون ألقاب طبعا رئيس النادي بحقية النادي في الحفاظ على حقوقه التي يكفلها له اتحاد الكرة ولوائح البطولة. طيب إذا ما صح هذا التصريح وهذا الخبر، وأنا واثق طبعا في الزملاء في سوبر كورة واليوم السابع نازل على الاثنين على اليوم السابع وسوبر كورة. طيب. سوبر كورة ده مولودنا العظيم الحمد لله. كل التوفيق. دي تصريحات جميل يعني. ده مراد محمد مراد لا بنسبة 100% أنا أثق في تصريحاته. لا كل الرجالة بنسبة 100% ما تقلقش. لا الحمد لله كل الزملاء بنحاول دايما نكسب مصداقية الناس لأنه الناس هي أصحاب الحقوق الحصرية في المعرفة. احنا زملاء فلازم لازم تقول له الحقيقة طبعا طبعا. لا وأنا عارف إن أنت كمان منحاز لزملائك يعني عشرة طويلة معاهم. أكيد أكيد طبعا. طيب فكرة التصريح لم نصل لاتفاق محدد ولا نية لإلغاء الدوري. قررنا تأجيل إعلان القرارات النهائية وسنرضي كل الأطراف. لا مش سنرضي لإرضاء يعني برضو خلي الصياغة فيها حسن نية إلى الغد يا صديقي. يعني خلي الصياغة لأنه يعني تاني نقولها من المستحيل اللي هي الإلغاء، وتابع أن الوصول لأفضل حل غد سيتم الوصول لأفضل حل غدا قد يكون هنا بين السطور قد يكون، ونحط حسن النوايا لأن أعتقد المهندس أنا بريد الرجل له تاريخ يريد أن يظل كما هو يعني لأفضل الحلول غدا حول أزمة الدوري وموعد انتهاء وإرضاء جميع الأطراف اللي هو حل مقنع أنت نفسك قلت، بس ده إذا إيه خلصت النوايا عشان أبقى شاهد عدل بين يعني كلامك وبين ما نقرأه في السطور دي بالسطور. وبالتالي إذا صلحت النوايا يبقى غدا الكل سيرى الحقيقة، والحقيقة وحدها هي من ترضي كل الأطراف. لا ترضي من لا يريد الحقيقة. صح بالظبط. فاحنا هنقول ده انه ده ارضاء كل الاطراف معناه العمل على الصح، اعمل الصح اعمل الصح. وبالتالي
كابتن محمود الخطيب لما حضر الجلسة أعتقد كمان مبينة كده بوضوح أنه كمان كابتن محمود الخطيب يعني ممثل النادي الأهلي وهو طبعا القامة والهامة في كرة القدم. لم يعلق، إذن هو ينتظر. طيب. أيضا زملائي الغد، زملائي في العدد برضو بيبلغوني أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم بعد الاجتماع أعلن أن البيان سيصدر غدا بعد انتهاء الجلسة، وغدا بإذن الله هيكون البيان النهائي لحل هذه القضية. نفس الكلام بالظبط. لا يعني الزملاء في صورة لا 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 لا, 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 لا مش تأكيد المعنى. بالعكس أنا عارف أنت قد إيه يعني عايش في وسط زمايلك، برضه أنت إعلامي جوال يعني أشهدك، لكن أنا قصدي أنه كمان لما نحلل تحليلا لا كابتن محمود الخطيب إيه ما ردش انتظارا لوجود إيه نوايا حل مقنع للجميع، مش فكرة الإرضاء، يعني فكرة أن يكون هناك قناعة بالصح، قناعة بالصح والقانون اللي ما هو بالزبط. لأن أنت أول بدايات الكلام قلت أن النادي الأهلي تقدم بما يمكن أن يطلق عليه المطالبة بكل ما هو صحيح لكرة القدم بالظبط، وبالتالي لعل يعني انتظار الكابتن هو يعني الكثير أن الغد قريب ساعات وتنقشع بقى يعني الغمه دي قضيه يعني. داخله في اكتر من شهر ونص وللاسف الوقت سرقنا، وكان في بعض الشخصيات بتلعب على عنصر الوقت، لكن الحمد لله النادي الاهلي كان سباق في اتخاذ هذه الخطوه وكان ليه دور كبير جدا لصالح الانديه المصريه، والتاريخ هيذكر اللي بيحصل النهارده وبيحصل خلال هذه السنه والموسم ده الاستثنائي، لان الموسم ده كاشف لامور كتيره جدا يا استاذ عصام. الانديه لازم تعرف انها حاجه من الاثنين، يا اما بتخش في تحالفات ومن ثم ده منتظر هبة من هنا وأخرى من هناك وشوية كور على شيكين ثلاثة لأنه دي مش إدارة كرة محترف، لكن أنا بقاعدك أن الكرة ستتحول إلى صناعة شعبية، لأن هناك أندية الحقيقة حتى لو تمتلك ملاءة الأموال هي لا يمكنها أبدا أن تتواجد داخل الصناعة إلا كبراند مش كأندية، لأن كرة القدم حول العالم تلعبها مناطق جغرافية، مناطق شعبية تولد الزبون بالبلد كده، تولد الجمهور الذي يبيع ويشتري، الذي يرتفع ثمن البث بسببه، الذي يمكنك أن تتداول معه كإدارة التيشيرت والكوفية والمج وكذا، وأن تبيع أغلى التذاكر وأن تضع على شاشتك كم عدد الحضور في هذا الملعب أو ذاك، ومن ثم أعتقد أن الدولة عندها هذه الإرادة لميلاد صناعة نظيفة زي اللعب النظيف كده. تمام. طيب اخر خمس دقايق ممكن نلقي الضوء على معركه التقصير، وحد يمسك كده زي الحكام اخر خمس دقايق او ممكن نشوف الفار. لا انا بقول لك اخر خمس دقايق. طيب معركه تقصير العظام اللي موجوده داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بعد مباراه الترجي والوداد وما شابهها من قرارات اتخذت خلال الفتره الاخيره، انا وصفتها معركه تكسير العظام. هي معركه، انت طبعا وصف يعني وصف جميل، ان لسه ليها لانه لسه هي لعبه ريست على فكره يعني اقرب للعبه الريست لتكسير العظام، لانه القوتين زي ما وصفتهم لك بيحاولوا السيطرة.